يسعد صباحكم مشاهدينا وما كنتم بتتابعونا الاثنين 19 من تشرين الأول العام 2015 ومشوار صباحي جديد من فلسطين. هذا الصباح نرافقكم فيه كالمعتاد لغاية العاشرة وآخر التطورات على الساحة الميدانية. طبعا ما زالت قوات الاحتلال تفرض طوقا مشددا وحصارا مشددا على المدينة المقدسة وتحديدا على المسجد الأقصى، وتفرض العديد من الحواجز على مداخل المدن والقرى الفلسطينية. تواصل اقتحاماتها للمدن الفلسطينية واعتقال الشبان والشابات، ويعني ما زال الفلسطينيون يعني يتواجهون مع قوات الاحتلال على مداخل المدن. يوم أمس كان في اقتحام لجامعة خضوري في طول كرم وساحات الجامعة تحديدا، ويعني اشتبكوا قوات الاحتلال مع الطلاب الفلسطينيين، واللي يعني كان نتيجة هذه المواجهات عدد من الإصابات والاعتقالات. نعم، صباح الخير. صباح النور. يعني نكون مع التطورات الميدانية، ويوم أمس توجهت الأنظار إلى بئر السبع في الجنوب، ويعني ما حدث في بئر السبع أظهر العنصرية الإسرائيلية. الشاب الأريتري الذي تم قتله والتنكيل به من قبل جنود الاحتلال ومن قبل الإسرائيليين الذين فروا من المكان، طبعا كانوا يقتلوا في هذا الشاب الأريتري بقصد أنه عربي، ولكن بعد عمليات التمحيص وانتشار الفيديوهات تبين أن الشاب الذي تم قتله هو شاب أريتري، وتم نتيجة التدافع والهروب من المكان وهو المحطة المركزية في بئر السبع قتله والتنكيل به. يعني لا زالت مجريات هذه العملية وما حصل فيها غامضة نوعا ما، لم يظهر ولم يعلن اسم الشاب الذي قام بتنفيذ هذه العملية. كان في البداية الحديث عن عملية مزدوجة، لكن بعد تبين أنه القتيل هو أريتري وليس شهيد فلسطيني يعني زاد الغموض حول هذا الموضوع. وأكيد الأيام القليلة أو الساعات حتى القليلة القادمة ستكشف لنا تفاصيل هذا الموضوع في مدينة القدس وتحديدا في المكبر. الشروع ببناء جدار فصل عنصري حول هذه البلدة المقدسية، أيضا المستوطنون يعربدون في الخليل، ومحاولة لاختطاف فلسطينيين طبعا قرب بورين، ولا زال الجرحى في المواجهات في الضفة وغزة واقتحام لجامعة خضوري في طول كرم. نعم مي، يعني هذا في الشأن السياسي. أما في حالة الطقس يعني ويبدو أنه في انخفاض على درجات الحرارة، بدأنا نلمسها من صباح هذا اليوم. للتعرف أكثر على درجات الحرارة وعلى حالة الطقس ينضم إلينا المهندس يوسف أبو أسعد، مدير عام دائرة الأرصاد الجوية. يسعد صباحك مهندس يوسف. يسعد صباحك أخت مي ومنى، وصباح الخير لكافة الإخوة والأخوات المشاهدين. يسعد صباحك. يعني بلشنا نلمس من صباح هذا اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، هيك أجواء لطيفة إلى حد ما. كيف هي درجات الحرارة؟ وكان في حديث عن تساقط أو احتمال لتساقط الأمطار. نعم هذا صحيح، هناك هذا اليوم انخفاض على درجات الحرارة حوالي درجتين لثلاث درجات مقارنة يوم أمس، وأيضا لكن تبقى درجات الحرارة على معدلات من ثلاث إلى أربع درجات مئوية. وأيضا في هذا اليوم في فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. غدا تبقى ايضا الاجواء يعني فرصه لامطار خفيفه متفرقه، وتبقى الاجواء غائم جزئيه وانخفاض اخر على درجات الحراره، بحيث تصبح درجات الحراره اعلى من معدلاتها بحوالي درجه مئويه واحده لتصل العظمى في مدينه القدس غدا الى 26 درجه مئويه، بينما الاربعاء ايضا انخفاض طفيف لتعود درجات الحراره حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنه. الخميس ترتفع درجة مئوية واحدة، والجمعة ترتفع درجتين لثلاث درجات عن المعدلات. لكن أيضا تبقى فرصة يوم الخميس والجمعة أيضا فرصة ضعيفة لزخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح تكون جنوبية شرقية لشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة هذا يوم الخميس والجمعة. حالة البحر طيلة الأسبوع من هذا اليوم حتى الجمعة تكون خفيف ارتفاع الموج. نعم، يعني مهندس يوسف اسمح لي، ذكرت انه يوم الخميس والجمعه انخفاض طفيف وفرصه ضعيفه لسقوط الامطار، وكنا قد سمعنا عن منخفض حاد وعن سقوط شديد للامطار، يعني واضح ان الشائعات بلشت حول سقوط الامطار والمنخفضات الجويه.
نعم، وسنواجه هذا الفصل يعني من شائعات الكثير، لكن نحن قلنا الخميس والجمعة ارتفاعات على الحرارة بحيث تصبح على معدلات 34 درجات عكس يوم عكس الجمعة، لكن هناك فرصة ضعيفة الأمطار خفيفة، لكن بإذن الله متوقع يعني أن يكون هناك منخفض اعتبار من السبت حتى يوم الثلاثاء القادم، لكن تفاصيل هذا المنخفض القادم ستتحدد ملامحه خلال اليومين أو الثلاثة القادمة، سيكون هناك تفاصيل عن إذا كان هناك تطور في هذه الحالة وكانت هناك أمطار متوقعة بإذن الله، لكن هناك بالأفق منخفض يعني يؤثر على البلاد اعتبار من السبت، وإذا كان تفاصيل سنوافيكم يعني كما ذكرنا يوم الثلاثاء حتى الأربعاء بإذن الله. نعم مهندس تفضل. أما بخصوص درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: في القدس العظمى 29 والصغرى 18، في رام الله والخليل 27-17، في نابلس 30-19، في جنين وطوبار 33-21، في أريحة 36-25، في الأغوار الشمالية 34-23، في بيت لحم وسلفيت 29-18، طول كرم وخلقيلية العظمى 31 والصغرى 21، في غزة وخان يونس العظمى تصل 30 والصغرى 22، أخيرا في رفح العظمى 31 والصغرى 21، والله دائما أعلى وأعلم. والله دائما على وأعلم. شكرا لك مهندس يوسف أبو السعد. فاصل قصير مشاهدينا ونكون مع أبرز ما عنا الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم. مشاهدينا من جديد، إذا نطالع أبرز ما عنونت صحفتنا المحلية هذا الصباح، وأبدأ بالحياة الجديدة وفي عنوانها الرئيس: استشهاد شاب ومقتل جندي احتلالي وجدار عنصري في جبل المكبر، جرحى في مواجهات بالضفة وغزة واقتحام لجامعة خضوري، المستوطنون يعربدون في الخليل ويحاولون اختطاف مواطنين قرب بورين، وبيت سالم اطلاق النار على فادي علون وباسل سدر تم بقصد القتل. إذا حسب صحيفة الحياة الجديدة، استشهد شاب وقتل جندي احتلالي أمس في عملية بمدينة بئر السبع، فيما تواصلت المواجهات في مناطق متفرقة بالضفة وغزة أسفرت عن إصابة العشرات، فيما واصل المستوطنون عربدتهم حيث هجموا منازل في الخليل وحاولوا اختطاف مواطنين قرب بورين، فيما شرعت قوات الاحتلال طبعا بإقامة جدار عنصري في حي جبل المكبر بالقدس المحتلة، وقتلت الحياة في المدينة من خلال لإجراءاتها القمعية. بيت سالم أيضا كشفت أن إطلاق النار على الشهيدين علون وسدر يثير اشتباها كبيرا بأنه تم بقصد القتل، وعلى الأقل هذه العناوين الرئيسة في الحياة الجديدة لهذا اليوم. من القدس: مي شهيد ومقتل جندي إسرائيلي وعامل إريتري وعدد من الجرحى في هجوم على محطة للحافلات ببئر السبع، وحصار على القدس والمستوطنون يواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى. شاكيد لا يوجد شيء اسمه فلسطين، حيث جددت وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال تأكيدها على المواقف الإسرائيلية المعلنة في الأشهر الأخيرة برفض حل الدولتين، حيث قالت أنه لن يكون هناك اسم وجود لدولة اسمها فلسطين.
إسرائيل ترفض بشدة وجودا دوليا في المسجد الأقصى، إذ رفضت الحكومة الإسرائيلية يوم أمس اقتراحا فرنسيا يقضي بنشر مراقبين دوليين في باحة المسجد الأقصى. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ترفض الاقتراح الفرنسي في مجلس الأمن لأنه لا يتضمن أي إشارة إلى حض الفلسطينيين على العنف، ويدعو إلى تدويل الحرم القدسي. إسرائيل والولايات المتحدة تبذلان مجهود مكثفة لإفشال المبادرة الفرنسية الخاصة طبعا كما ذكرنا بنشر قوة من المراقبين. هذه القوة من المراقبين الدوليين تنتشر في الحرم القدسي من أجل التأكد من عدم انتهاك إسرائيل للوضع القائم، ومبادرة بدون أي أسس ترتكز عليها. طبعا هذا وفقا لما نقلته صحيفة معرف، وأكدت بأنها والولايات المتحدة تعملان على إفشال هذه المبادرة في مجلس الأمن. و يعني يزعمون في إسرائيل أن هذه جائزة للعنف، إذ أنهم توقعوا طبعا من مجلس الأمن استنكار عجز الأوقاف الإسلامية. إلى الحياة الجديدة منى وكيري، يلتقي الرئيس عباس والعهد الأردني في الشرق الأوسط، ونتنياهو بألمانيا الأسبوع الجاري. إذن كيري قال في خطاب له في مقر اليونسكو: هذا الأسبوع سألتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأنه سيكون في ألمانيا وسنلتقي هناك، ثم سأتوجه إلى المنطقة وسألتقي رئيس عباس والعاهل الأردني عبد الله وغيرهم. أما نتنياهو فيستثني أيمن عودة من اجتماع مزمع مع قادة المعارضة الإسرائيلية، حيث يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الأيام القليلة المقبلة الاجتماع بقادة أحزاب المعارضة، وهم زعيم المعسكر الصهيوني إسحاق هيرتزوغ وزعيم إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان وزعيم حزب هناك مستقبل يائير لبيد، لكنه سيستثني من هذا الاجتماع أيمن عودة. أيضا مشاهدين، البحرين تنفي نيتها شراء منظومة القبة الحديدية الصاروخية من إسرائيل، وقالت أن البحرين ملتزمة بمبادرة السلام العربية التي تؤكد أن تطبيع العلاقات بين العالم العربي وإسرائيل لن يحصل قبل السلام. بالعودة إلى صحيفة القدس، إقامة جدار فاصل ما بين مستوطنة أرمون هانستيف وأراضي جبل المكبر، وإسرائيل تقتل الحياة تبطل طبعا الحياة المدنية في المدينة المقدسة، إذ تبدو مدينة القدس شبه خالية من المارة ومن السكان إلا من عناصر مدججة بالسلاح تنتشر في شوارع وأزقة وحارات وأسواق المدينة، ومن آليات ودوريات عسكرية وأخرى شرطية ومتاريس حديدية وحواجز عسكرية تنتشر في كل مكان، فضلا عن رادار استخباراتي بات دائم التحليق جنبا إلى جنب مع مروحية في سماء المدينة. لم تكن مقاطع جدار الضم والتوسع العنصرية سوى البداية لفصل القدس عن امتدادها الطبيعي مع سائر محافظات الضفة، وها هي سلطات الاحتلال تفصل الأحياء المقدسية عن بعضها وتضع بين الحاجز والحاجز حاجزا وتقتل الحياة المدنية الطبيعية للسكان، وتظهر المدينة بطابع عسكري شوه ملامحها الفلسطينية العربية التاريخية. بالعودة إلى الحياة الجديدة، إسرائيل تجدد رفضها لنشر مراقبين دوليين في المسجد الأقصى وتقر تفتيش أي شخص في الشارع. قرار عنصري، 4 مدن إسرائيلية تحظر على العمال العرب دخول المدارس للعمل فيها، وليبرمان يدعو لاستخدام القوى المفرطة والعقابات الجماعية، وبنت يحث الإسرائيليين على حمل السلاح. نتنياهو قال إن إسرائيل ستسهر على حماية الأماكن المقدسة وستحمل وضع القائم. إسرائيل ليست المشكلة على جبل الهيكل، إنها الحل حسب قول نتنياهو. في السياق نفسه، زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها أمس أنه بتصديقها الاتهامات الكاذبة التي يستخدمها القادة الفلسطينيين حول تغيير الوضع القائم في جبل الهيكل حسب زعمهم، فإن فرنسا تكافئ في اقتراحها الإرهاب الذي بدأه الفلسطينيون. طبعا فرضت حكومة الاحتلال أيضا أمس المزيد من الإجراءات، ووسعت سلطات الشرطة من إجراءات الإيقاف والتفتيش، الأمر الذي يتيح للشرطة فعليا أن تفتش أي شخص في الشارع. القائمة العربية المشتركة وصفت هذا القرار في البلديات بأنه عنصري، وطبعا حيث منعت 4 بلديات إسرائيلية على الأقل بينها تل أبيب العمال العرب بصفة مؤقتة من العمل في
المدارس. وطبعا هذه آخر أخبار العنصرية الإسرائيلية حسب ما أوردته صحيفة الحياة الجديدة. بالعودة إلى صحيفة القدس ومن أبرز ما عنونت أيضا باب الفاتيكان يوجه نداء من أجل السلام في فلسطين، والأقصى تحذر من نقل إدارة القصور الأموية للعاد الاستيطانية. بكير طبعا المقدسية، مرح بكير الطالبة التي يعني اتهمتها قوات الاحتلال بأنها تريد طعن جندي إسرائيلي وقامت بإطلاق النار عليها وهي قيد الاعتقال وتتلقى علاجها في المستشفى، لم أطعن أحدا وقبلوا أمي. نقرأ أيضا من صحيفة القدس، الآغا المنظمة تدرس وقف التعامل مع إسرائيل، وأكيري سيلتقي نتنياهو في ألمانيا، وعباس في الشرق الأوسط، والنقابات الأردنية تقدم 40 وحدة سكنية جاهزة إلى غزة. في الصفحات الداخلية منى، وفي حديث عن منطقة باب العمود في القدس، تفتيش استفزازي للشبان المقدسيين في منطقة باب العمود، والاحتلال يقتل الحياة في المدينة المقدسة. إذا تبدو مدينة القدس شبه خالية من المارة ومن السكان، إلا من عناصر مدججة بالسلاح تنتشر في شوارع وأزقة وحارات وأسواق المدينة، من آليات ودوريات عسكرية وأخرى شرطية ومتاريس حديدية وحواجز عسكرية تنتشر في كل مكان، فضلا عن رادار استخباراتي بات دائم التحليق جنبا إلى جنب مع مروحية في سماء المدينة. لم تكن مقاطع جدار الدم وتوسع العنصرية سوى البداية لفصل القدس عن امتدادها الطبيعي مع سائر محافظات الضفة، وهي دولة الاحتلال تفصل الأحياء عن بعضها وتضع بين الحاجز والحاجز حاجزا، وتقتل الحياة المدنية الطبيعية للسكان، وتظهر المدينة بطابع عسكري شوه ملامحها الفلسطينية العربية. فيما يتعلق بأولياء أمور الشبان، ففضلوا عدم إرسال أبنائهم لمراكز أعمالهم في الشطر الغربي من المدينة خشية على حياتهم من اعتداءات عصابات يهودية تحتضنها مؤسسات الاحتلال ومن قوات الجيش والشرطة. تقرير مطول عن وضع المقدسيين في مدينة القدس والمدينة التي تبدو شبه خالية من المارة ومن الحركة المعهودة فيها. مي من صحيفة القدس، الحمد لله يؤكد أهمية الدعم العربي للاقتصاد الفلسطيني ويطالب الرباعية الدولية بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي. فلسطين تشارك بالمنتدى العالمي للهجرة والتنمية في اسطنبول، وكتلة الصحفي تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصحفيين. لجان الحماية العين الساهرة في الخليل، والجنود الإسرائيليون يستهدفون المواطنين المارين على حاجز الجلمة شمال جنين. نشاطات جماهيرية في عدة مدن ألمانية ضد التصعيد الإسرائيلي. وأيضا يعني شهدنا يوم أمس مسيرة ضخمة ووقفة ضخمة كانت عند السفارة الإسرائيلية في لندن. هذه الوقفة التي طلبت من إسرائيل وقف العنف ووقف الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين، وعطلت أعمال السفارة لبضع ساعات. من صحيفة القدس نقرأ أيضا، مبعدو المهد يحذرون من تنفيذ قرارات الإبعاد الإسرائيلية. وقف تضامن مع هيئة الإذاعة والتلفزيون ضد التهديدات الإسرائيلية، إذ شارك يوم أمس العشرات من الصحفيين في وقفة تضامنية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون ضد التهديدات الإسرائيلية المطالبة بإغلاقها. ونظمت هذه الوقفة أمام مبنى الهيئة في مدينة رام الله بدعوة من نقابة الصحفيين ومشاركة النقيب عبد الناصر النجار وأعضاء الأمانة العامة للنقابة وحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف ووكيل وزارة الإعلام دكتور محمود خليفة وعددا من الصحفيين وموظفي الهيئة. نقرأ أيضا من صحيفة القدس ومن أبرز ما عنونت، جامعة القدس تقيم المسابقة الدولية السابعة للمرافعات حول حقوق الإنسان في فلسطين، وبرفقة ممثلين عن الفصائل محافظ بيت لحم يزور منازل المواطنين قرب خطوط التماس. الفتياني يطلع وفدا برلمانيا رومانيا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين
الفلسطينيين، وما بين الاعتقال والزيارة محامون تتعلق رقاب أسرى بجهودهم، اعتقال 58 محررا وإعادة أحكام 54، طبعا في الذكرى الرابعة لصفقة وفاء الأحرار. العساوي: السجانون والناحشون يهددوننا ويشتموننا. وزير الصحة يطالب الصليب الأحمر بالتدخل للإفراج عن الطفل الجريح مناصرة. وستة أسرى يدخلون أعواما جديدة في السجون، وأوضاع صعبة للغاية يعيشها معتقلو سجن عصيون. إلى صحيفة الحياة منى، ورصدت لما أسمته بالصورة الجانبية في مواجهة المحتل. إذا انتشر مؤخرا مشاهد وصور غير مألوفة للمتظاهرين خلال المواجهات الدائرة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال، منها فيديو لشاب يدبك في ساحة المواجهات وهو يرمي الحجارة، وآخر أتى بكرسي وجلس عليه وسط المواجهات في بيت لحم، ومنهم من التقط لنفسه صور سيلفي والمواجهات من خلفه. هذه المشاهد والصور عبرت عن رغبة الفلسطينيين بالحياة حتى في ساحات الموت، والتي اعتبرها الكثيرون أنها صورة جانبية وغير مباشرة وغير مألوفة، وتحمل الصورة الجانبية في طياتها دلالات كثيرة. طبعا المصورون يقولون هذا النمط من الصور ليس جديدا، وهي مستخدمة منذ سنوات في التصوير الإخباري، والصورة الجانبية لا تقل أهمية عن الصورة الصحفية المباشرة، وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال التفاعل الكبير معها في وسائل التواصل الاجتماعي. أما على الصعيد العالمي وتحديدا في الإعلام الغربي، فإن الصورة الجانبية مكانة من خلال نشرها كما هي بكل أريحية واستخدامها إعلاميا بزخم، والصورة المنقولة عبر وسائل الإعلام التي يلتقطها مصورون محترفون لا تختلف عن الصورة الجانبية التي يلتقطها المواطن العادي، التي تعبر عن واقع الحال للشباب الفلسطيني وعن رغبتهم بالحياة وممارستها بشكل طبيعي. نكتفي بهذا القدر مما جاء من عناوين في الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم. فاصل قصير وأكيد بنكون مع وقفة مع الصحافة العبرية وزميلنا فايز عباس.
يسعد صباحكم مشاهدينا. طبعا فلسطين الصباح متواصل معكم وجولة في أبرز ما أعلنت الصحف الإسرائيلية الصادرة لهذا اليوم مع زميلنا فايز عباس. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يعني أكيد ما حدث يوم أمس في بئر السبع له مجال كبير. كل العناوين الرئيسية العملية نفسها عملية نوعية كيف عرفوها بعض الخبراء العسكريين في إسرائيل. العملية أكبر دليل وإثبات على أن سياسة نتنياهو الأمنية هي اليوم وصلت لوضع يعني لا يحتمل. ركزوا على القدس ونسيوا الجنوب. نسيوا أماكن مركز. أخرى يعني كانت كريات جات، كانت بيتح تيكفا، كانت وأسا في بئر السبع. طبعا أنه السؤال هنا اليوم اللي بتردد في إسرائيل، طيب ما في هنا في بالمحطة المركزية هاي حراسة مشددة. وين كانوا الحراس؟ كيف دخل؟ يعني هاي التساؤلات يعني بدهن أجوبة عليها، خاصة الشرطة من شركات الحراسة، هي طبعا شركات خاصة أغلبها يعني. نبدأ في صحيفة آرت. صحيفة آرت عنوانها الرئيسي مقتل جندي وأصابت 11 آخرين في عملية بئر السبع. مهاجر من أريتريا أصيب بجروح خطيرة بطريق الخطأ. شوف يعني هالعنوان. لاعتقاد ضابط الأمن، يعني ضابط الأمن ما فتش أما عرف يطخ بأنه منفذ العملية. طبعا يعني احنا بنعرف انه هو اعتدي عليه، يعني تنكيل فيه، يعني تنكيل، يعني حتى الوحوش لا تقوم بمثل هذه الاعمال، يعني حتى الوحش لما يقتل فريسه بتركها. بعد طبعا هو توفى في ساعات الصباح يعني اليوم. منفذ العمليه وصل الى المحطه المركزيه ومعه مسدس وسكين. قتل جندي وخطف سلاحه وأطلق الروابل من الرصاص على المارة، وتم قتله في معركة مع وحدة اليسام أي من الوحدات الخاصة للشرطة، وأصاب أربعة من الوحدة، أربعة من أفراد الوحدة أصيبوا بجروح، قسم منها جروح خطيرة. ما استسلم حتى آخر رصاصة وآخر رمق. بالحد أسا هويته مش معروف يعني، ولا ينشر عنها بالمرة في كان في شائعات بس رجعوا نفوها يعني. لا ما في طبعا طبعا بالمناسبة يعني أنا متأكد أنه في عندي المعلومات مين هو، لأنه صعب أنه يدخل بدون هوية، مش مهم مين ما يكون يعني. ولكن عادة الشباك في مثل هاي الحالات بحاول يغطي مشان يروح على بيته يفحص، يجي التفتيش يشوف إذا إله شركاء ما إله شركاء قبل ما ينشر ينشره بالضبط، يعني قبل ما ينشره أي تفاصيل شخصية عنه. المحلل العسكري عاموس هرائيل يكتب لم تعد عمليات السكاكين العشوائية، يعني انتهى هذا يعني. عملية بئر السبع تعيد السلاح إلى الساحة. المحلل السياسي أفيف دروكر يكتب اليوم، هو أيضا محلل سياسي في القناة العاشرة، بنت يفضل حماس. يكتب يعني أفيف دروكر، كيف سنقنع شباب في 16 من أعمارهم بعدم تنفيذ عمليات طعن وغيره. هو يعني بيسخر من نفتالي بنت وزير المعارف، يعني اللي بصرح بيقول انه طبعا لا يمكن انها تقوم دولة فلسطينية ولا يمكن يكون حل يعني كيف بدهن الفلسطينية. نعم. ويعني بيسخر منه أفيف دروك، بيقول له في هاي الحالة طبعا الفلسطينية راحين يتوقفوا على الطعن، وهذا اغبى حجة سمعناها. يعني اذا نعطيهنش دولة فلسطينية هن بوقفوا الطعن، بوقفوا العمليات، بوقفوا المقاومة، بينهوا كل شيء يعني. شو هالتصريح؟ بجوز بنضموا لحزب البيت اليهودي. يعني بضحك على مين؟ صرت أشك يعني إنه فأبيب دروك بقول له شو هالغباء هذا يعني. كيري سيلتقي الرئيس عباس على الأغلب يوم السبت بعد لقائه مع نتنياهو. مسؤول إسرائيلي: نتنياهو لن يقدم أي تنازلات أو أي شيء للفلسطينية خلال لقائه مع كيري. طبعا هو نتنياهو الفلسطينيين لازم يقدمون تنازلات. طبعا انا ما بعرفش شو اللي بده اياه، يعني بده يعني
طب يضم رام الله للقدس يعني، شو المشكلة يعني؟ وزير الطاقة وهذا البلد الكلب الصغير هذا البلدوغ تبع نتنياهو، الكلب الواطن نذل اللي اسمه يوفال شتاينز، يعني شوف لحد وين الحقارة بتصل فيه في تصريحاته يعني. هو طبعا هذا عنده ملف الهجوم على الرئيس محمود عباس جاهز دائما. شوف يعني وشو بحكي في أمريكا يعني، كان في محاضرة في أمريكا وبقول تحريض الرئيس عباس يشبه التحريض النازي لإبادة اليهود سنوات الأربعينات. طبعا اللي ما بيسمعوه اليهود هناك وبيسمعوه الأمريكان ممكن ياخذوا حكيه يعني كوزير محمل الجد. بس أنا مش فاهم مين النازي ومين اللي يعني لما قرأتها الصبح في الصحف يعني يعني سخيف منحط بده يرضى سيده، والكلب دائما بحب يرضى سيده مشان يعطيه عظمه او لحمه او شيء يعني هيك شيء يعني طعميه، وهذا هيك يعني شغلته وعملته بس يهاجم الرئيس يعني. وصلت الحقاره فيه والسفاله والقرف انه يتهمه انه بالتحريض النازي. وين التحريض النازي؟ انا مش فاهم وين. اذا انتم اذا حكومه اسرائيل وجيش اسرائيل ومخابرات اسرائيل والمخابرات العسكرية والموساد والشباك كلياته كلها ما تمكنتم انكم تفرضوا سيطرتكم الأمنية على القدس لوحدها، صحيح بدكم تفرضوا سيطرتكم الأمنية كاملة، بس هن بيحاولوا من خلال هذه التحريضات يعني عملية ان يكسبوا ولو اشي بسيط من الرأي العام الأمريكي هندي يعني الرئيس أوباما وكيري وميري ما هندي يعني خلصين المهمة يعني. يعني لما الرئيس أوباما امبارح أو أول امبارح بيحكي أنه على يحق لإسرائيل أن تدافع عن نفسها يعني أنها تقتل أطفال يعني مسموح يعني مشكلة. فيعني شو يعني مش متوقعين يعني فرنسا طرحت مبادرة كانت رفض كامل من قبل إسرائيل بالنسبة ل قوات دولية بالقدس قوات دولية في لا في الحرم في يعني اللي ما بطلبوا بس هن عمليا يعني كان رفض حتى ما قال نتنياهو ممكن نبحث ممكن نشوف يعني ولا شيء ممنوع. إقامة جدار في حي جبل المكبر والبلدية تدرس عزل الأحياء العربية كلها فتخلص منهم كلهم. طبعا يعني بس وان صار فيه يعني انك يا نتنياهو انت قسمت القدس يعني خلص تحط هذا الجدار انتهى الموضوع. وين هالقدس الموحد؟ حكينا عنها كثير بالايام الاخيرة. الحكومة تقر قانون يتيح لافراد الشرطة تفتيش جسدي ايضا حتى بدون ما يكون شاكك في الشخص يعني شخص موجود في دكان يعني بيشتري اشي يعني ممكن للشرطة يفوت ويجري عليه تفتيش وممكن يعني يطلب منه يقلع كل ثيابه ومو مجبور ينفذ والا مسموح طخه صحيح. اسرائيل صار مسموح يعني على يعني هذا في باتيام واحد حامل سكينه هجم طخه الشرطه يعني بس هناك الشرطه فتحت في تحقيق وحده التحقيقات مع افراد الشرطه في وزاره القضاء بتحقق مع الشرطه اللي قتل هذا عشان يهودي لانه يهودي حقق. طبعا ولا مره حققوا مع واحد قتل عربي يعني صحيح. البلديات الاسرائيليه تمنع العمال العرب من الاقتراب من المدارس الا يعني خاصه انه بيشتغلوا بالنظافه وبالصيانه الا بعد ساعات الدوام. وزاره الاسكان الاسرائيليه تخطط لاقامه مدينتين جديدتين طبعا مش عندنا لكن بدها تكون على حساب البدو في النقب بالقرب من كريات جات وزدروت. يعني اللي بده يدفع الثمن هاي المواطنين العرب في هناك. النقب نعم. الكاريكاتير فيها آرت يعني كثير معبر وهو فيه نوع من السخريه ومن ال يعني هون الطفل احمد مناصره وأطلق صراحه يعني حرر من المستشفى. هسا ضابط الشرطة بيسأل واحد ثاني بقول له طيب هذا خلص يعني شو بدنا نعمل فيه؟ وين نروح فيه؟ هسا الشرطة الثانية بقول له
هات انا نعمل له بار ميتفا لما الولد اليهودي صار عمره 13 سنه بيعملوا له احتفال انه صار رجل. بقول له هات انا نعمل له بار ميتفا يعني نحتفل فيه في حائط المبكى يعني. لا شوف يعني لحد وين يعني انه 13 سنه ممنوع يحبسوا بالمناسبه. صحيح. ممنوع. بقول لهم لاحظوا هناك نعمل له احتفال فيه نوع من اللئام هذا الكاريكاتير. ننتقل لصحيفة دعوات أحرنوت طبعا يعني ومقتل الجندي ونفس الكلام يعني خطف سلاحا العنوان ورش الرصاص ليس بالسكاكين فقط مخرب أنا حطيته بين هلالين يحمل مسدسا قتل جندي وخطف سلاحه أم 16 وأطلق الرصاص بكل الاتجاهات قبل أن يقتل. الصور من بين الذين حاولوا الهرب أو هربوا مهاجر من أريتريا الذي شكوا في أمره في أنه هو منفذ العملية وأطلقوا الرصاص عليه وعشرات الأشخاص نكلوا ضربوه ونكلوا به بوضعه حرج. طبعا هو توفى مات وبعد ذلك تبين أنه لا علاقة له بالعملية وقتل فقط لأنه أسمر لأنه أسود. كان ممكن أثيوبي إذا هرب برضه طخوه إذا مش كاتب أنا أثيوبي زي اليمنية والمغاربة صاروا يلبسوا خوف. صحيح. خوف مش من الفلسطينية من الطائر خايف من الإسرائيليين. أنا قرأت يعني تقرير عن هذا الموضوع يعني بيرتعبوا لما يصير إشي بيروحوا بتخبوا زي العرب يعني بتخبوا مستهدفين مستهدفين يعني لأنه عرب يعني هذا الشكل هنا عربي إيش يعمل كلوا هوا. طبعا. وفي قلبها جدار مكبر يعني. الجبل المكبر. المكبر القدس مقسمة حاجز من البطون العالي نصب بين حي أرمون هنتيب وجبل المكبر التي يخرج منها راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة. وزراء في المجلس الوزاري المصغر أعربوا عن غضبهم وسخطهم من الخطوة يعني وضع الجدار التي تترك انطباعا أن المدينة مقدسة مقسمة. عفوا. ونتنياهو يأمر بوقف المشروع. وقف يعني الضغط عليه يعني. طبعا باقي الصفحات الجريدة يعني عن العملية وتفاصيل اللي هي يعني مش هذيك إلى الأهمية. أنا اخترت هاي أهم الأمور. الكاريكاتير في صحيفة يديوت اليوم هو أيضا معبر جدا عن قانون التفتيش او او الحسمسه هاي اللي بحسمس على الناس. شوف كيف يعني الشرطه صبايا بركضوا شباب والشرطه بتركض ورا الشرطه بركض ورا الصبايا والشرطيات ورا الشباب مشان يفتشون يعني انه شو اللي بتعمل خلبوها في اطار مختلف في اطار ساخر انا ممكن يصير هاي عمليات يعني برضه فيها تحرش جنسي. صحيفة معريف إرهاب في عاصمة النقب يوم هادئ نسبي يعني أنا تابعت الأخبار حتى الساعة 7 المساء بالعبري يعني كان في الإذاعة وفي التلفزيونات والبرامج أنه اليوم هادئ يعني خلص. شكروا أنه اليوم بفضل الأجهزة الأمنية شوف يعني بعدها انقلب الموضوع ولو عملية فيه وعملية بتختلف عن باقي نوعية. العمليات بعد يوم هادئ نسبيا انتهى بعملية قتل في المحطة المركزية في بئر السبع مخرب يحمل مسدسا يطلق الرصاص على جندي يقتله ويسرق سلاحه ويطلق الرصاص ويصيب 10 أشخاص ويلوذ بالفرار. بس شو تدريب هالجنود اللي أكثر من مرة بيسرقوا سلاحه كمل يلا. وخلال العملية أطلق الرصاص على المهاجر من أريتريا حاول الهرب وطبعا مدنيين ينكلون يعني كتبوها ينكلون فيه ضباط من الشرطة. هنا أسا بدي أرد على سؤالي. ضباط من الشرطة ينتقدون بشدة الجنود الذين تواجدوا في المحطة المركزية ويقول ضابط الشرطة ببساطة هربوا ركضا مو بديش اقول مثل الارانب مثل الهي هربوا مع سلاحهم هربوا. شفنا صور يعني اللي نشرت هربوا وتخبوا حتى ورا الناس وين.
حرب، هذا الجندي الذي لا يقهر. سقطت كل المنظومة يعني. هاي هي من زمان سقطة بس العرب مش مستوعبينها. مش وصلتم. عوزي ديان هذا ضابط احتياط وهو من ال يعني انا كنت بصفه انه يعني هو بين بنت وليبرمان يعني. المتطرفين. الان يجب ان ننتصر، شوفوا هالمقال، على مين بدك تنتصر؟ كيف بدك تنتصر؟ شو اللي بدك تعمله يعني؟ ها سكرت القدس والاحياء العربيه، ثكنه عسكريه، الاف الجنود ورجال الامن في القدس، في امل؟ راح على بير السبع، بكره بروح على محل ثاني. يعني لما ضابط مثل عوزي ديان يعني هيك يعني في عنجهيه، يعني هذا اكبر دليل على افلاس مش بس السياسيين في اسرائيل، حتى المحللين وحتى ضباط الجيش السابقين، كل واحد بيطلع بيحكي يعني فكر حاله المسيح المنتظر اللي بده ينقذ نتنياهو. أسوار القدس طبعا احنا بنعرف أسوار القدس، اليوم الأسوار جديدة يعني هن أعطوها عنوان يعني أسوار القدس حموت يروشلايم. الشرطة تضع كتل الباطون في مدخل جبل المكبر، المعارضة تقسيم القدس انتهى. في معريف اليوم في خلافات داخل المجتمع الفلسطيني أو القيادات بكل ما يتعلق في العمليات، هناك من يطالب باحتجاز بدون الموت لأننا من خلال هذه العمليات ربما سنخسر العالم الذي يدعمنا، هيك بيحكوا لمعريف. رئيس أركان الجيش الأمريكي سنحافظ على العلاقات الأمنية القوية مع إسرائيل. ما ضفش إشي جديد يعني؟ لا طبعا لا ما ضفش جديد. بالمناسبة امبارح بث في القناة الثانية تقرير عن قلنديا، كيف مراسل التلفزيون القناة الثانية أوهاد حمو دخل مع الملثمين وصور يعني حسب التقرير يعني على الأقل 3 أو 4 ساعات وأنه حاملين السلاح الثقيل وملثمين ويتجولوا في المخيم في قلنديا. يعني بالمناسبة هاي المرة الثانية يعني هو كان في مخيم جنين أيضا، هو نفس الشيء ظهر له اتصالات أقوى بكثير من كل الصحفيين الفلسطينيين عند الحماس أو عند كتائب شهداء الأقصى. أنا مضبوط غيرت منه يعني كيف هو نجح أنه كصحفي، أنا غيرت منه يعني كيف هو دخل وكيف بيشتغل وكيف اشتغل. أنا من ناحية صحفية مهنية وكان هو برضه يعني موضوعي في تغطيته يعني ما حكى ما كيف شاف شو شاف حكى وعطى مساحة كبيرة للملثمين يحكوا يعني اللي بيهددوا يعني بيهددوا بشكل واضح يعني انه انتهى هذا العصر خلص ان نسكت يعني بدنا ننتقل لسلاح وهاي هو خطورة المخيمات. نعم هذا خطورة الوضع يعني. نكتفي؟ نعم إذا نكتفي بهذا القدر مما جاء من عناوين في الصحف الإسرائيلية. شكرا لك وأكيد موعدنا متجدد غدا وفاصل قصير مشاهدينا ومنواصل محطاتنا في فلسطين هذا الصباح. الجلال والجمال والسناء والسناء.
الباب في رباط في رباط والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواء في هواء هل أراك الأراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماء تبلغ السماء موطني إذا مع التطورات والأحداث الميدانية التي تشهدها كافة المناطق الفلسطينية تتوجه الأنظار إلى الأسرى داخل سجون الاحتلال وطبعا لا يخفى على أحد تزايد عدد المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية نتيجة لهذه الهبة الجماهيرية من الملاحظ وجود أعمار صغيرة ومن الملاحظ أيضا التنكيل في الأسرى وهذه الأيام الفيديوهات اللي انتشرت فضحت أكثر وأكثر سياسة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى طبعا قبل عملية اعتقالهم وأصلا أيضا أثناء وجودهم داخل المستشفيات الإسرائيلية وحتى أثناء وجودهم داخل سجون الاحتلال. نعم، للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا سيد عبد العال العناني مدير عام نادي الأسير. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا في فلسطين هذا الصباح. يعني إحنا بنعرف أنه حتى في عملية الأسر والاعتقال في قوانين تحكم هذه العملية، عمالنا بنشوف يعني على الكاميرات مباشرة اعتقال يعني الشبان الفلسطينيين الشابات الأطفال حتى، وهذه العملية في الاعتقال يعني لا تخضع لأي قوانين، يعني بيتم فيها ضرب المعتقلين، شتمهم، التنكيل فيهم حتى بطريقة وحشية. نعم صحيح، يعني فعلا تزايدت أعداد المعتقلين منذ مطلع أكتوبر وحتى يومنا هذا. لا يوجد ما يبرر هذا الحجم الكبير من الاعتقالات، تركزت في محافظة القدس الشريف وفي محافظة الخليل الأكثر عددا من حالات الاعتقال التي سجلت. أكثر من النصف كانت فعلا من جيل من هم قاصرين ومن الأشبال والزهرات أيضا. أصبح الفلسطيني ملاحق يعني مطلوب بتهمة الاشتباه فقط، يطلق عليه النار من مسافة صفر. كثيرة الحالات التي تم تسجيلها أيضا كأسرى جرحى منتشرين في المشافي الإسرائيلية من سوروكا لتشعر سيدك، هداسة عين كارم، هداسة سفين. هناك فعلا حالة استنفار قصوى إنجاز التعبير في كل المؤسسات الحقوقية، منها نادي الأسير، هيئة شؤون الأسرى. أصبحنا فعلا نواكب ما يجري بحق هؤلاء الأسرى المعتقلين الذين يدخلوا المشافي دون أسماء دون أرقام هويات، وهذا ما يعيق عمل المحامين عندما يذهبوا لزيارة الأسرى الجرحى داخل هذه المشافي الإسرائيلية. نلجأ بالغالب إلى المحاكم لاستصدار أمر قضائي يجيز للمحامي لزيارة أي من الأسرى الجرحى المتواجدين في هذه المشافي. صحيح أنه عمليات التنكيل والتعذيب شهدت حالات قصوى بإطلاق العنان، يعني بضوء أخضر من حكومة الاحتلال. لاحظنا كم يعني ابتداء بقضية الضرب المبرح بالبساطير بأعقاب البنادق،
بنقلهم إلى معسكرات مثل على سبيل المثال معسكر كرمة سور المقارب لحلحول وبيت أمر وكريات أربعة، معسكر كريات أربعة. شاهدنا كم الأطفال يتعرضوا بشهادات مشفوعة بالقسم عندما ينقلوا إلى مركز توقيف عطسيون، حتى أن هناك في داخل مركز التحقيق هناك اثنين من الأشبال من مخيم العروب تم يعني إفلات الكلاب البوليسية للنهش من أجسادهم، وهذا حصل سابقا. أقول بصراحة بأنه إسرائيل تتصرف أنه أركان حرب، يعني هناك حالة استنفار قصوى وصلت بلغت إلى حالة الهستيريا، يتصرف يعني أي فلسطيني هو مشتبه به، أي فتاة فلسطينية تمر بشوارع القدس تعد يعني بدون أي تهمة. نعم. عندما تطلب هويته الشخصية يكون الجندي مصوب سلاحه بحق هذه الفتاة أو ذلك الشاب، نعم. بحالة الهوس التي بلغ يعني بتصرف الجنود وشرطة الاحتلال. وهنا أستاذ عبد العال، وحسب يعني ما قبل أحد قابلنا أحد المحامين قال إنه أصبحنا نزور للأسرى في المستشفيات. صحيح. أكثر من إنه منزورهم في السجون، واضح إن حتى وجودهم أثناء وجودهم في المستشفى تقييدهم، المعاملة سيئة من قبل طاقم المشفى، وكل هذا أيضا. صحيح. يعني لا يتماشى مع أبسط القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وأنتم في أكيد مع تواصل مع المحامين بعطيكم فكرة عن ما يتلقوه من معاملة ومن وجود أثناء وجودهم في هذه المشاكل. يعني أكبر شاهد عندما شاهدنا الطفل أحمد مناصرة وهو مكبل بالسرير، والكل شاهد محاولة التصفية التي تعرض لها بدم بارد ودون تقديم العلاج، وسيارة الإسعاف ممكن مكثت في المكان أكثر من ربع ساعة دون أن يقدم عليه أي شخص لتقديم العلاج الطبي، وهذا يتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية في حماية المدنيين وهو مدني. فعلا في المشافي الإسرائيلية جميع الأسرى الجرحى تعرضوا للتنكيل، بعضهم يجب أن يمكث لإتمام عملية العلاج، يعني أجريت له عمليات جراحية لاستئصال الرصاص الحي الذي دخل أجسادهم. تم نقلهم بواسطة سيارة البوسطة التي يعني لا تصلح لنقل مريض أجريت له عملية أو أكثر إلى ما يسمى بمشفى الرملة، وهذا يفاقم الحالة الصحية، وسرعان ما يعود يعني مرة أخرى إلى أحد المشافي الإسرائيلية. فعلا الشهادات اللي سمعناها من المحامين الذين قاموا وتمكنوا من زيارة الأسرى الجرحى، يعني في هناك معاملة عنصرية، لا أقول في كل المشافي، ولكن عندما ذهب محامي نادي الأسير لزيارة ومعايدة الأسرى الجرحى في مستشفى سروكا كان بادي واضح جدا. هناك كان محمد عثمان زيادة من بيتلو، كانت إصابة بالغة في الرأس، كان وضعه يعني غير مستقر، أصيب بشلل نصفي. نعم. هناك الأسير الجريح جلال الشراوني أيضا كان يعني في معاملة قاسية بحق حتى المحامي، إنه ليش بتسأل عن هذا الإرهابي؟ تخيلي لم يفصحوا عن أي معلومة طبية، يعني أقل تعديل إذا لم يسمح للمحامي بزيارته الإفصاح عن أين إصابته حتى نتمكن من طمأنة ذويه، وبنفس الوقت نأخذ فكرة عن كيفية يعني التحرك على المستوى سواء القانوني أو غير ذلك. الأهل ممنوعون بشكل كامل أنهم يزوروا أبنائهم. نعم. يعني الحالات محدودة جدا الذين سمح لهم بزيارة أبنائهم المرضى أو الأسرى عندما كانت الحالات ميؤوس منها، يعني عندما سمح لعائلة الأسير فادي الدربي على سبيل المثال، الشهيد فادي الدربي عندما كان الاحتلال يدرك بأنه يعني هناك موت سريري، موت محقق. أيضا بالنسبة لإصابة محمد عثمان زيادة من بيتلو كانت بالغة بالرأس، وأنا سمعت يعني الرواية الإسرائيلية حول وصفه أنه ميؤوس من حالته، والحمد لله يعني أنه صحي ويعني تكلم، وهذا أحد طلبة جامعة بير زيت عندما خرج بمظاهرة سلمية. صح. قبالة الحاجز الشمالي لرام الله أطلق على المستعربين. نعم صحيح. قضية التعذيب أيضا أحب أن أشير بأنه يعني الأساليب الحديثة اللي استخدمها الاحتلال في هذه الحرب المصعورة ضد أبناء الشعب الفلسطيني لم تقتصر على الكلاب البوليسية، الضرب، إطلاق الرصاص، أهم يعني كل الأسلحة بشتى أنواعها استخدمت بحق الفلسطينيين. قضية أيضا ما يتعرض له الأسرى وهم يدخلوا سجون الاحتلال، هناك حالات من الاكتظاظ الشديد في سجن عوفر على وجه الخصوص، وما يتعرض له قسم الأشبال
هناك نقص حاد في كل المسائل، لا يوجد أي مقومات إنسانية من ملابس، من كانتين، من أغذية غير متوفرة. أيضا قسم الأشبال في مجد يعاني الأمرين، هناك ما لا يقل عن 115 أسير شبل في سجن عوفر، 115 في مجده، هناك حوالي قرابة 50 في هاشرون، والعدد في ازدياد. كمان نلاحظ أنه عمليات الاعتقال لم تتوقف بعد. بالحديث عن موضوع الأسرة أيضا والإجراءات والتعذيب، بنلاحظ بالأيام الأخيرة بالفترة الأخيرة أيضا في تجديد على الأسرة نفسهم داخل السجون وإجراءات عقابية، يعني وكأنهم بيعاقبوهم أيضا على يعني ما تشهده المدن الفلسطينية والبلدات الفلسطينية، كيف بتتابعوا هذا الموضوع؟ صحيح، يعني فعلا هناك يعني حصار شامل على الشعب الفلسطيني، وجزء كبير من هذا الحصار هو مفروض على أسرانا العزل داخل سجون الاحتلال. هناك حرمان كبير لعدد كبير من العائلات من التواصل مع أبنائهم في السجون، حرمان الزيارات، هذا جانب. الجانب آخر حصار اقتصادي، يعني الأسرة يعيشون أوضاع صعبة في داخل السجون. هيئة شؤون الأسرة تقدم لهم يعني الكانتين الشهري ليتمكنوا من إعداد وجبات طعام يعني تتماشى مع الحالة الصعبة داخل السجون للتخفيف من معاناتهم. هذه الكانتين تصل في وقت متأخر، وهذا يفاقم الحالة داخل السجون، سيما وأن وافدين جدد يدخل من أسرى معتقلين جدد بحاجة لتأمين احتياجاتهم. قضية الاقتحامات، ويعني عندما يدخل قوات مدججة بشتى أنواع ووسائل يعني الأسلحة يدخلوا إلى القسم يعيثوا فيه، يقلبوه رأسا على عقب، يعني الأسير يعود إلى غرفته لا يتمكن من العثور على مقتنياته الشخصية من ملابس إلى آخره، فبحاجة إلى تعويض. لا يوجد ما يعوض الأسرة عن التخريب والعبث في محتويات الغرف من أجهزة كهربائية إلى غير ذلك. فعلا الوضع الإنساني صعب، هناك تكريس لسياسة العزل الانفرادي، استهداف لأبناء يعني رموز الحركة الوطنية الأسيرة، وضعهم في العزل الانفرادي. قضية التنقل والقمع بشكل مفاجئ، أحد مثلا الأسرة من سكان محافظات الشمال ينقل إلى أقصى الجنوب إلى سجن نفحة أو ريمون، وهذا أيضا يكبد الأهل معاناة إضافية، مشقة عندما يذهبوا إلى الزيارة مع مطلع الفجر، ويعني الوضع الإنساني لا يطاق داخل السجون. قضية أيضا الاحتلال يراقب عن كثب أي موقف يعلن عنه الأسرة، كونهم يعني يمثلوا طليعة سياسية لهم رأي في الأحداث التي تحصل، سرعان ما يعزل، كما حصل مع الأسير ثائر حماد من سلواد، هو موجود بالعزل الانفرادي للتعبير عن موقف. أيضا القادة السياسيين مثل القائد مروان البرغوثي، الرفيق القائد أحمد سعدات، أي تعبير عن موقف سياسي أو تصريح يدفع ثمنه داخل زنازين الاحتلال. لو نركز شوي على الفئة العمرية الصغيرة واللي هي يتم استهدافها في هذه الفترة، حصلنا نشوف أولاد عمر 12 و13 عام يتم التنكيل بهم أثناء اعتقالهم، الاعتقالات الليلية، صرنا نشوف إصابات، يعني عندنا الطفل عيسى يعني مقرر أن يتم قطع رجله. وبالتالي في تركيز على هذه الفئة العمرية الصغيرة سواء في طريقة الاعتقال أو حتى دكهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. يعني بصراحة الشعب الفلسطيني لا يمارس حالة كفاحية متقدمة انه نقول في تكافؤ بالقوة اللي بيمتلكها الفلسطيني، هو يمتلك حقه، يمتلك الإرادة. نحن نمارس حقنا المشروع في مقاومة الاحتلال بالمقاومة المشروعة السلمية. الأطفال عندما يخرجوا في تظاهرات سلمية هي ضد ما يحصل في بصراحة بالآونة الأخيرة ازدادت، يعني الاحتلال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، أصبحوا لا يحترموا مشاعر المسلمين ولا المسيحيين. ما يحصل بالقدس هو يثير مشاعر وحفيظة كل إنسان حر وشريف سواء كان فلسطيني أو عربي، وبالتالي يعني نحن الفلسطينيين دائما وقدرنا أن نكون في المقدمة في الواجهة. فما يدفع هؤلاء الأطفال ليس الحب في الشهادة ولا القتل ولا الاعتقال، هم يمارسوا حق مشروع، وبالتالي هذا لا يسمح ولا بأي قانون من القوانين أن يجوز الاحتلال الإفراط باستخدام القوة، باستخدام كل أشكال التعذيب بحق هؤلاء الأطفال. الأطفال عندما يعني من المسلمات أن يكون في هناك احتلال وفي هناك اعتقالات، لكن ما يحصل حتى عندما يأتوا إلى أحد المنازل لاعتقال أي من هؤلاء الأطفال يتم ضربه على مسمع من ذويه، يعني في داخل البيت قبل ما يخرج إلى
الشارع وإلى اصطحابه إلى دورية الاعتقال، جنود الاحتلال ننهالوا عليه بالضرب المبرر، التنكيل في داخل بيته، تخيلي ما أصعبها، عدا عن التخريب يعني محتويات المنزل كامل يتم تكسيرها. صحيح. لا يوجد هناك، كل فلسطيني أصبح متهم، المعادلة واضحة، ما علينا إلا أن يعني فعلا أن نعزز يعني الصمود، تحديدا يعني نوجه تحية وعبر برنامجكم إلى أهلنا المقدسيين الذين فعلا هم، وأهلنا في الداخل الفلسطيني الذين ضربوا أروع الأمثلة في تحدي الاحتلال وسلطة الاحتلال، وهو لا يستثني أحدا. هذا دليل على أنه المواطن كما يدعو أنه مواطن دولي أصبح مستهدف، وبالتالي كل أي عربي هو أصبح هدف للإسرائيليين. ومن هنا أقول بأنه آن الأوان بأن نواجه هذا الاحتلال بإرادتنا، بالتزامنا، بوحدتنا، بتضامننا، بالوقوف بوجه هذه الإجراءات. وعلينا أيضا مسؤولية بأنه يعني فيش اثنين فلسطينيين يختلفوا على حجم الجرح الفلسطيني النازف. علينا أن ندول قضيتنا بما يتماشى، وأنه قواعد اللعب الآن تغيرت. علينا الآن بتوثيق هذه الجرائم التي هي على مرأى الآن من هذا العالم الصامت أن يتحرك، وأن ندفع كل الأطراف ودائرة الأصدقاء من أجل لجم هذا الاحتلال، من خلال سواء التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، هناك جرائم يعني علنية واضحة. صحيح. وموثقة لدى سواء الجانب الرسمي الفلسطيني أو مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات الحقوقية والإنسانية. فأنا الأوان وأكثر من أي وقت مضى أن نطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولأسرانا العزل على وجه الخصوص. شكرا لك سيد عبد العال عناني مدير عام نادي الأسير، يسعد صباحك وشكرا لوجودك معنا. شكرا لك مرة أخرى. مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير ونتابع فقرات فلسطين هذا الصباح لليوم الاثنين، ابقوا معنا. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط نايل، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق. يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد، متواصلين معكم في فلسطين هذا الصباح، ومباشرة إلى قرية دير نظام وزميلتنا ميساء عياد، حيث يعني أعلنت قوات الاحتلال إقامة برج عسكري على مدخل القرية وإغلاق مدخلها. طبعا دير نظام كغيرها من القرى الفلسطينية والبلدات والمدن مي اللي فرضت قوات الاحتلال خلال هذه الفترة يعني إجراءات تشديدية على مداخلها، بإغلاقها إما بالمكافحة
المكعبات الإسمنتية أو فرض حواجز تفتش يعني كل من يدخل ويخرج إلى هذه المناطق. على ميساء كانت مبارح في سلواد واليوم في دير النظام، وأكيد واجبنا في فلسطين هذا الصباح عرض ما تتعرض له قرانا الفلسطينية من تنكيل وعقوبات جماعية من قبل قوات الاحتلال. ميساء صارت جاهزة، وأكيد صباح الخير يا ميساء. يسعد صباحك ميساء. يسعد صباحكم زملائي بالاستديو، زميلاتي، يسعد صباحكم مشاهدينا الاعزاء. انا موجوده في قريه دير نظام، هذه القريه الواقعه على الغرب من مدينه رام الله، تتعرض كغيرها من القرى والبلدات الفلسطينيه لهجمه شرسه من قبل الاحتلال الاسرائيلي وقطعان المستوطنين. هنا في هذه القريه كل شيء يعاني، الشجر، البشر، وحتى الحجر. هنا تم إغلاق هذه البلدة ومداخل هذه البلدة الرئيسية بالمكعبات الإسمنتية، لم يتبقى إلا طريق واحد فرعي بالقرب من مستوطنة حلميش المقامة على أراضي هذه القرية. يتعرض كل من يمر بهذه الطريق إلى مضايقات من قبل قطعان المستوطنين. للحديث أكثر عن معاناة هذه القرية جدنا أن أرحب برئيس المجلس إيهاب التميمي. صباح الخير. صباح الخير أخت ميسون. ميساء، يسعد صباحك، صباح الصمود اللي سطروه أهلنا في هذه القرية. في البداية قبل ما نتحدث عن انتهاكات الاحتلال بحق هذه القرية، نعرف السادة المشاهدين أكثر بقرية دير النظام. دير النظام قرية صغيرة، تقريبا عدد سكانها 1200 نسمة، بتوقع بالغرب من رام الله، في لها تقريبا مساحتها 4500 دنم. في كثير يعني مناطق تصادرت من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي، فيها يعني عدة قطع أراضي من ضمنها الواقفين أمامها، في مدخلين تسكروا فيها اللي هم المداخل الغربية، في مدخل شرقي من جهة رام الله هو محاذي لمستوطنة حلميش. هناك يعني لما تسكر هاي المداخل بصير عندنا ضرب حجار من قبل المستوطنين على سيارات المواطنين. في عندنا هان في هاي المنطقة طبعا صادروا قطع أرض وبدهم يبنوا برج عسكري عليها، ويعني احنا كل يوم نتعرض لمضايقات من المستوطنين، يعني من إطلاق نار، مواجهات مع الجيش على يعني طلاب جامعة عندنا، موظفين كذا. هنا احنا عندنا شارع رئيسي بيجوا مواصلات هان، فبيعتدي عليهم الجيش والمستوطنين، وفيش مجال يعني انه يطلع رام الله الا لازم يستنوا في البلد، وعندنا فيش عندنا مواصلات خاصة بالبلد هاي، وعندنا مثلا عيادة ما فيش رسمية، لازم نروح على عبود ودير ابو مشعل، وهي الطريق اللي بتأدي لعبود ودير ابو مشعل، وفيش مجال ان نمرك منها، لازم نروح اول شيء من المدخل الغربي ونمرك من عند المستوطنات، ويمكن تتكسر السيارات. هذا اللي بيصير في البلد. يعني منذ بداية الهبة الجماهيرية هذه القرية تعرضت لهجمة شرسة من قبل المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأبرز دليل هو إغلاق مداخل هذه القرية، المعاناة اليومية التي يعانيها هذا المواطن المتواجد في هذه القرية نتيجة إغلاق مداخلها. صحيح، احنا يعني لما نصير في الضفة او في فلسطين بشكل عام اي يعني احداث احنا بتنعكس عندنا سلبا يعني مباشرة، انه بسكروا المداخل عندنا. احنا قرية واقعة شوارع رئيسية، من الجهة الجنوبية شارع رئيسي، ومن الجهة الجنوبية شارع رئيسي، واحنا بعاد عن الكرة الثانية، فلهيك احنا مجرد ما يصير اي يعني اعتداءات او اي شيء في الضفه بنعكس علينا سلبا، يعني تسكير، اغلاق، اعتداءات، يعني حرق اشجار، تقطيع اشجار، كل شيء. صحيح. هذه القرية محاطة بالمستوطنات الإسرائيلية، وتم بناء مستوطنات على أراضي هذه القرية. نسبة الأراضي المصادرة من هذه القرية للمستوطنات الإسرائيلية تقريبا عندنا احنا ثلاث مستوطنات او مستوطنتين ومركز او برج عسكري. البرج العسكري في المنطقة الغربية من القرية، المستوطنات في المنطقة الشرقية اللي هي حلميش ونافيت سوف. حلميش يعني غالب الأراضي يعني الموجودة عليها هي لقرية دير النظام والنبي الصالح طبعا، ونافيت سوف لدير النظام وأم صفاء الأراضي الموجودة عليها، المعسكر
الموجود الاراضي عليه على ارض دير نظام وعبود، وهو تقريبا مصادرين اكثر من 1000 دونم يعني هاي المستوطنات. سيد إيهاب، بالنسبة للشارع الترابي اللي بتم افتتاحه من قبل قوات الاحتلال، توضح لنا أكثر إمتى إمتى بيجهزوا فيه وشو؟ قبل تقريبا 6 أشهر بلشوا الشغل، يعني صادروا هاي قطعة الأرض وأعطونا يعني بلاغات بالمصادرة لبناء برج عسكري. يعني هو طبيعتهم انه كل يوم بيجوا بيصادروا شيء، يعني عندنا الواد كمان قدام الشارع الترابي في عندنا مصادرات عليه في كل المنطقة، كل يوم بيجينا امر مصادرة جديد. يعني انا عندي مثلا صور ومرفقات لهذا الاشي، كل يوم عندنا مصادرة وعندنا مشكلة في هذا الاشي. يعني هذا بيزيد الخناق بالنسبة للمواطن في هاي القرية، مستوطنات، برج عسكري، إذا تتضاعف المعاناة اليومية بالنسبة للمواطن. صحيح، احنا معاناتنا يمكن أكثر من أي قرية، لأنه احنا مجرد حكيت لك إنه أي أحداث في الضفة بتتراكم علينا بشكل سلبي جدا، وبنقدرش نوصل لأي قرية. جميع الكرة فيها مناطق ألف، فيها قدرة إنها توصل لمستشفيات ولمراكز طبية لمدارس لكذا، احنا ما في عندنا هذا الاشي. يعني صعب، انا بطلب يعني من الجهات المسؤولة انه تهتم في هاي القرية بشكل خاص. يعني احتياجاتها اذا لهاي القرية، احنا في عندنا احتياجات كثيرة. اول اشي فيش عيادة عندنا رسمية يوم بالاسبوع، فيش عندنا يعني شبكات مي وكهرباء وكذا، يعني المناطق القريبة طبعا من السياج المستوطنات والكذا. يعني احنا بنطلب انه يعني من وزارة الزراعة مثلا 9 تشتغل عليها يعني عشان ما يصادروهاش في المستقبل. في احتياجات عدة يعني. صحيح. اذا الرسالة اللي بتوجهها، ابرز الاحتياجات اللي بحاجة انتو لها هاي القرية بالقريب والفترة القريبة لتعزز صمود المواطن وبقائه في هاي القرية. احنا حكيت لك يعني احنا اهم شيء الاراضي القريبه من السياج الامني او السياج المستوطنات انه يهتموا فيها، وانه يعني تساعدنا الوزارات انه نوقف هذا الاستيطان، يعني تصليح الاراضي هاي. وفي عندنا احنا مثلا قريه من دون الكره فيش فيها اناره، الإنارة هاي شيء متطلب رسمي في الوقت الحالي لانه فيها جماعه المستوطنين، في الليل بدخل الجيش، يعني ما بنشوف شو بصير حوالينا. فاحنا يعني شيء يعني ان شاء الله شيء خفيف يعني ان شاء الله تكون رسالتك وصلت عبر شاشتنا وشاشه تلفزيون فلسطين للجهات الرسميه والمسؤوله. إيهاب التميمي، بنشكرك لوجودك معنا ويسعد صباحك. مشاهدينا، مثل ما ذكرنا في السابق، معاناه كبيره بيعانيها وبيعيشها المواطن نتيجه الاستيطان والمستوطنات. قبل يومين تم التعرض للمواطنين في هذه القريه الذين ذهبوا لقطف ثمار الزيتون، حاولوا قطعان المستوطنين بإطلاق النار على المواطنين وقتلهم، ولكن العملية باءت بالفشل. أرحب بالمزارع واحد المواطنين فضل التميمي، يسعد صباحك. يسعد صباحك أخت سيرين. ميساء، صحيح احنا كنا ذاهبين لقطف الزيتون قبل يومين في منطقة ام صفاء على اقبال اللي هي مستوطنة السفيد. فتفاجأنا انه في قطعان من المستوطنين، حوالي 50 مستوطن هجموا علينا وحاولوا يطلقوا النار علينا، وصاروا يحكوا انه اطلعوا من الارض اطلعوا من الارض، هذه الارض إلنا. فكنت انا واولادي وزوجتي وابن عمي وزوجته واولاده، فابن عمي صار يحكي معهم، قال له انا بطلق النار هسه، قال له بدك تطلق النار اطلق النار، مش راح اطلع من الارض. قال له بقول لي اطلع انت من الارض، قلت له بطلعش انا، قال ببدأ اطلق في النار عليكم، قلت له بدك تطلق النار اطلق النار، يعني احنا خلقانين منشان هذه الارض، هذه الارض النا ومش راح نطلع منها. فحاول في تدخل الجيش، اجى الجيش في وقتيتها وحاول يبعدهم لكن ما قدر. فاتصلنا بالارتباط، الارتباط اجى علينا وحل الاشكاليه، طردهم بس منعنا انه نقطف الزيتون.
ولحد الآن إحنا يعني أنا كل سنة بتعرض لمضايقات في من قبل المستوطنين اللي هي في قطعة أرض عند إتسوفيت وقطعة أرض هاي المعسكر مبين قبالنا اللي هو الجيش بيجي بطردنا. ما بقدر أحرض ولا بقدر إني أكلف الزيتون ولا أقطف الزيتون ولا إشي، يعني أصبحت عند الأرض بور، يعني كل إشي فيها خربان، ما بعرف شو بدي أعمل. فأنا بطالب من الجهات المسؤولة ومن وزارة الزراعة إنه يوفروا لنا يعني إشي اللي نقدر إنه زي ما بيقولوا نعيش بأمان، يعني في نشتغل بأمان. المواطن الفلسطيني والمزارع بيستنوا هذا الموسم، موسم قطف الزيتون بفارغ الصبر لأنه بيعتمدوا كتير عليه، وبالنسبة لنا شجرة الزيتون هي إرث وهوية لأبناء شعبنا الفلسطيني. أنت كمواطن لما بتستنى هذا الموسم بفارغ الصبر وما بتقدر توصل أرضك، كيف بكون شعورك لما توصل أرضك وبتم الاعتداء عليك؟ كيف برضه بكون شعورك؟ صدقا يعني انا بيكون شعوري كيف، يعني انه بيبقى ولد من الاولاد غايب عني، يعني انا الارض بعتبرها زي جزء مني، زي ولد من اولادي، انا بس ما اقدر اصل ارضي ولا اقدر احرثها ولا اكلفها ولا اشي، وكاني ما خدمتش بيتي ولا خدمت اولادي ولا خدمت حتى قضيتي، يعني حتى قضيتي يعني ما خدمتهاش، لانه الارض اللي الي جزء من فلسطين. فهم بس يمنعونا، يعني بيمنعوا يعني بيسدوا الهوى عني، يعني وكانهم بقتلوني كل يوم. بالنسبة لحرق الأشجار والاعتداء عليكم بالضرب، يعني كثير من قطعان المستوطنين عم بيقوموا بحرق الأشجار مثل ما شفنا، وكانت هاي القرية نموذج، حدثنا عن هذا الموضوع. صحيح بيقوموا المستوطنين يعني في ليالي زي ما بيقولوا سوداء بيقوموا بحرق الأشجار في حوالي القرية. ويعني الله يجبر أصحاب الأراضي اللي بيحرقوا أرضه، لأنه زي ما بحكي لك إنه الأرض جزء منا. وأغلب الأشجار اللي بيتم حرقها وقلعها هي بتكون أشجار معمرة، أشجار مثمرة وأشجار معمرة، يعني مش شجر زي كلك غرس صغير، لا من آلاف السنين هاي الأشجار. يعني قبل شهر حركوا لابن عمي هنا على حد البلد شجر رومي قديم جدا، حوالي تقريبا 40 شجرة حركوا له اياهن. السنة اللي مضت حركوا لأخوي بحد المعسكر، بحد المعسكر يعني حركوا له برضو تقريبا حوالي 20 شجرة. يعني أنا بطلب إنه على الأقل حماية هاي الأشجار. أنتم شاكلين في البلد لجان حماية لحماية هاي الأراضي والأشجار والمواطنين من المستوطنين؟ صحيح، أنا كل ليلة الشباب تسهر عندنا في القرية، بيسهروا لغاية يعني بعد أذان الفجر تا يطلع الفجر، وإحنا صاحيين ومنشان عدم مباغتة المستوطنين إلنا أو أي اعتداء على الأراضي اللي حوالين القرية. فبنضل صاحيين يعني تقريبا 24 ساعة، يعني موجودين الشباب موجودين وسهرانين. يعني حتى يتم تعزيز صمودكم في هاي الأرض كمزارعين وكمواطنين، أنتوا شو بتحتاجوا؟ بنحتاج من يعني دعم من وزارة الزراعة، نحتاج يعني انه حمايتنا، حماية اراضينا، بنطلب من الارتباط انه يحكي مع الجهات انه عدم التعرض للمستوطنين للمزارعين فقط. يعني يعني هي مضايقات يومية، بالرغم كل هاي المضايقات الا انه المواطن في هاي القرية نموذج للصمود. نعم، احنا يعني بالرغم من المضايقات وبالرغم انه بغلقوا القرية من هنا وبيفتحوا من وبيخلوا لنا الشارع الثاني اللي هو من جهة المستوطنين وبرشكوا علينا احجار، لكن بنحاول انه نطلع على اراضينا ونوصلهن، نكلفهن، نزرعهن، نهتم فيهن. حتى لو الواحد بده يموت في ارضه
لازم يصل أرضه. كل الشكر لك وتحية لكل المزارعين والمواطنين في هذه القرية الصامدين بالرغم من كل الاعتداءات اللي بتعرضوا لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين. مشاهدينا هذه القرية هي نموذج للمعاناة الحقيقية اللي بيعانيها المواطن الفلسطيني جراء غطرسة الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين. إلى هنا أصل وإياكم لنهاية هذه الفقرة من قرية دير نظام. أعود وإياكم مشاهدينا للاستديو مع زملائي. شكرا لزميلتنا ميسا. ومشاهدينا متواصلين معكم في فلسطين هذا الصباح بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد مع التطورات الميدانية التي تشهدها المحافظات الفلسطينية. سنشوف أيضا الموضوع النفسي الذي غيب بشكل أو بآخر مع هذه الأحداث. يعني عدد من الناس وقعوا في شعور الصدمة، خاصة من فقدوا أحباب لهم، من كانوا بشكل مباشر مع نقاط المواجهات، من تعرضوا لتنكيل من قبل المستوطنين، أطفالنا في المنازل والمشاهد اللي ممكن يشوفوها وهم بالسيارات، هم على الحواجز العسكرية أو حتى عبر شاشات التلفزة أو وسائل التواصل الاجتماعي. كيفية التعامل مع الصدمة وكيفية تهيئة العائلة المحيط القريب نفسيا في ظل هذه الظروف الغير الاعتيادية التي نعيشها كشعب فلسطيني؟ طبعا الحديث في هذا الموضوع تنضم إلينا دكتورة سهاد زهران المحاضرة في علم النفس. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا في فلسطين هذا الصباح. يعني بكل هذه الظروف اللي بنمر فيها، يعني في كتير يعني من الناس بتسمع أنه أصيبوا بحالة من الصدمة. إذا متعرف أكثر على الصدمة، يعني ما هي حالة الصدمة اللي ممكن تصيب الناس؟ كيف ممكن أنا أعرف أنه هذا الشخص أصيب بحالة صدمة؟ وهل الصدمة فقط بتصيب يعني من تعرض لحدث مباشر يعني أو أمامه صار في حدث أو لحدا من عائلته، أم ممكن يكون حدا من بعيد يعني ولكن مشاهدته متابعته لما يحدث ممكن تصيبه بالصدمة؟ يسعد صباحكم وشكرا. صباح الخير. يعني في البداية خلينا نترحم على أرواح الشهداء، شهداء فلسطين جميعا اللي يعني هم أغلى ما نملك وهم الأكرم منا جميعا، رحمهم الله. فيما يتعلق بسؤالك عزيزتي، اللي أنا بدي أحكي بشكل عام إنه إحنا كشعب فلسطيني للأسف وفك مجتمع دولي منحاز وغير عادل، ما زالت القضية الفلسطينية هي الأقدم قضية، ما زالت بدون حل لغاية الآن. إحنا كمان سنتين، يعني أنا ما بحب إنه نحكي إنه بداية القضية الفلسطينية هي كانت سنة 1948 كيف هو متعرف عليه، لا، إحنا بلشت القضية الفلسطينية تأخذ منحنى النضال بسنة 1917 بعد وعد بلفور، ومن سنة 1917 لغاية الآن والشعب الفلسطيني يقدم يعني أجيال وراء أجيال وراء أجيال، ما زالت حامل الراية ولم تستسلم ولم تنهزم. للأسف الشديد أنه إحنا كمان يعني عدونا هو عدو فاجر، هو عدو شرس، عدو بربري يستخدم كل الأساليب اللي قائمة على تدمير الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه بمختلف فئاته. اللي أنا بدي أحكي أنه تدمير الشعب الفلسطيني هو لا يعني فقط اللي هي قتل الروح، قتل الروح يعني هي جزء، يعني احنا بامكاننا نحصي قتل الارواح لدى الفلسطينيين، ولكن في شغله احنا مغيبه عننا وهي مهمه جدا اللي هي قتل النفس. قتل النفس وهذه الاضرار النفسيه اللي ممكن انها توقع علينا كشعب فلسطيني، احنا ليست ضمن اعتباراتنا وليست ضمن احصائياتنا للاسف الشديد، لانه احنا بنعتبر انه الضرر هو بقتل النفس، شهداء جرحى، شهداء او جريح او هدم بيت، هذه هي الاضرار، ولكن الاضرار اللي بعيده المدى وهي الاكثر خطوره، خلينا نحكي على المجتمع الفلسطيني، اللي هي النفسية. قتل النفس وقتل الروح وقتل المعنويات اللي بتمارسها إسرائيل بحقنا وبتمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقنا كشعب فلسطيني. أجل لموضوع الصدمة، طبعا وكأنه هو قدرنا كشعب فلسطيني انه احنا نستمر من حاله نضاليه لحاله نضاليه، ما في عنا يعني بناخذ فتره هدنه شوي، فتره استراحه شوي، ما بنحس انه احنا بدنا نستعيد وضعنا، يمكن بترجع الظروف هي اصعب واقسى وتستخدم اساليب اكثر عنفا واكثر الما واكثر ضررا من قبل هذا الاحتلال. بالهبة الأخيرة، ويعني أنا ما بدي أوقف على التسمية اللي ممكن الناس تاخدها، إشي بحكي انتفاضة إشي بحكي هبة، أنا ما بدي أدخل في هذا الموضوع. اللي أنا بدي أحكي إنه يعني شعب أعزل لا يمتلك إلا الحجر
مقابل ترسانة، يعني أقوى ترسانة في العالم، وكليتنا بنعرف أنه هذا الاحتلال هو يصدر العالم، هو خامس أكبر دولة في العالم بتصدر أسلحة، إذن لديه أنواع من الأسلحة الأكثر تطوراً وهو بجربها دائماً وباستمرار علينا كشعب فلسطيني. هذا كل هذه الأساليب وهجوم المستوطنين يعني وكل هذه التفاصيل كليتها هذه يعني تؤدي إلى أضرار لدى أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته، تختلف من شخص لشخص حسب كيف حكيتي قبل شوي، حسب درجة يعني القرب أو البعد من 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 الحدث نفسه. الصدمة يعرفها علم النفس بأنه هي حدث مفاجئ يطرأ على حياة الفرد أو الإنسان أو الشخص، سواء أنه يعني يؤدي إلى ضرر جسدي مباشر أو أنه هو سمع عنه أو شاهد منظر. يعني أنا كمان ممكن أنه مش فقط أنه الصدمة تشكل لي صدمة أنا كفرد في هذا المجتمع، أنه أنا تعرضت إلى محاولة تصفية من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو اعتداء من قبل المستوطنين، أنا كمان ممكن أنه مشاهدة منظر ما أو مشهد ما على شاشات التلفزيون كمان هذه تشكل لي صدمة. يعني أنا بدي أحكي لكم شغلة مهمة جدا، كنا احنا يعني هذه من ضمن ما بدي احكي اخطاء، يعني هي هفوات غير مقصوده نستخدمها احنا في بعض الاحيان، صوره او فيديو الطفل احمد مناصره، تكرار اعاده هذا الفيديو، لانه احنا كمان احنا بنحكي عن اسر مغلقه، يعني ما وصلنا لدرجه انه والله اذا انت بدك تقعد مع ابنك أو بدك مثلا تشاهد الأخبار والله بتروح بتودي ابنك على غرفة الألعاب في البيت، كله بيكون موجود، كله بيكون في موجود صحيح. بالصالة وكله بتفرج. ردة فعلي أنا والصياحي وإذا سبيت إذا انفعلت مع الصور والمشاهد اللي أنا بشوفها، ابني هو بيكون عم بسمعني وهو عم بيراقبني، يعني بتكون عين على التلفزيون وعين على أنا ردات فعلي وسلوكي وتصرفاتي، هو يعني كيف الإسفنجة هو بيكون بيمتص كل السلوكيات هذه اللي بتكون موجودة. إذن كل هذا بينعكس لما احنا بنحكي عن هذه الحادثة بالتحديد، يعني هي كل الحوادث مؤلمة، ولكن لما بنحكي عن طفل صغير أحمد مناصرة وطريقة محاولة اغتيال وتصفيته، هذه بتشكل صدمة عند كثير من الأطفال في فلسطين. بالتالي هون دكتورة سهاد لازم ننتبه على الأعراض ممكن تصيبنا أو تصيب أطفالنا أو تصيب أبناء الشهيد الفلاني أو أم الشهيد الفلانية، حتى نستطيع نشخص شو الإشي اللي صاير معها، وبالتالي نذهب في منحة طبي ونفسي في التعامل مع هذا الموضوع ومش نهمله. كما تحدثت الموضوع النفسي له أهمية قصوى ممكن تأثر على شخصيتنا في المستقبل، بالتالي ربما لازم نحاصر الموضوع ونحاول يعني نتصرف فيه أولا بأول. صحيح. هلأ اللي أنا بدي أحكي يعني هون إحنا بنقسم الفئات إلى أكثر من فئة. الفئة المتضررة بشكل مباشر، يعني خلينا نحكي عائلة الشهيد أو عائلة الجريح أو العائلة اللي هدم بيتها، هذه هي اللي يعني تضررت بشكل مباشر. هذه الفئة إحنا ممكن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة عن الفئات الثانية اللي هي عم بتراقب، يعني ما تضررت بشكل مباشر ولكن هي تضررت نتيجة شو هي شافت. هلأ يعني كتدخل مهني، يعني قبل ما بدي أحكي بالأعراض، كتدخل مهني إحنا بنفصل هون في أحيانا بعض الحالات بيكون في تدخل مهني مباشر، يعني في سعية الحدث يفترض أنه يكون هيك ماشي، ولكن إحنا كثقافة مجتمعية وتعزيز قيمة النضال وتعزيز قيمة العطاء وتقديم النفس والروح للوطن، يمكن من الصعب أنه أنا أروح مثلا على أم شهيد خلينا نحكي وقد أحكي أنا وياها في المؤازرة النفسية، هي ما بتجي بهذه الطريقة، لأنه إحنا بنحكي أنه مجتمعنا ما زال في مساندة مجتمعية قوية جدا، هو بمجرد ما يصير في حدث كل الناس تتضامن، كل الناس بتوصل لمكان الحدث في نفس اللحظة. فهاي يعني إحنا لا ندرك أنه هذه الأم أو هذا الأب كمان أو هذول الأطفال أصيبوا بصدمة، لأنه إحنا نتعامل بالروح العامة والنضالية ودرجة مجال تيحزن وحتى ما في مجال، لا إحنا كمان بنلومهم نعتب عليهم. أنا بدي أحكي لك صورة يعني كانت أثناء العدوان، أنا ما بحكي الحرب على غزة لأنه لما بنحكي حرب هذا مصطلح مش دقيق، لأنه هي بتكون يعني لما أثناء العدوان على غزة كان في صور كثير لأميات الشهداء لما كانت بتوصل المستشفى مشان تعرف أنه ابنها شهيد ولا لا، ما بيعطوها المحيطين في هذا الشهيد ما بيعطوها فرصة أنه تودعه أو تصرخ أو لأنه يعني لازم تكون هي قوية جدا ومتماسكة. هذه هي يعني عبارة عن مشاعر مكبوتة، وبعد ما ننفض كليتنا من حواليهم تظهر هذه المشاعر المكبوتة بشكل فجائي، إما تأنيب ضمير إنه أنا ليش ما صرختش على ابني، ليش ما بكيتش، ليش ما حزنتش. هلأ هون مشاعر التأنيب الضمير، لاحقا إحنا ممكن نوصل لكارثة إنه
فقدان قيمة الحياة عند هذا الشخص. يعني هذه الست اللي فقدت عزمة لديها ممكن توصل لدرجة انه هي تفقد قيمة الحياة عندها نتيجة حالة الإحباط وتأنيب الضمير اللي بتصيبها. نيجي نحكي عن الأعراض، إذا احنا كيف بدنا ننتبه لأولادنا انه أصيبوا بصدمة ولا لا. وأنا بحكي بأكد انه مش المقصود انه أنا ابني تعرض بشكل مباشر، حتى لو انه مجرد انه مشاهدة أو سمع. يعني أنا بدي أراقب سلوك ابني، يعني فجأة ابني مثلا بطل ياكل، فجأة صار يحلم بأحلام. وبعدين بدي بس ملاحظة إنه الصدمة بعلم النفس لا يمكن تشخيصها إنه هذه صدمة أو تروما إلا بعد مرور شهر على أعراض معينة لازم تتكرر بشكل دائم. يعني ممكن إنه مرة أو مرتين هذه لا تشكل مشكلة سلوكية، ولكن تكرارها بشكل دائم هذه هي المشكلة السلوكية. إذن أنا بدي أراقب أولادي، دركب ابني انه مثلا تغير شو التغيرات السلوكيه اللي صارت عنده، مثلا انه صار انطوائي، صار منعزل، صار كثير عصبي وكثير متوتر، صار عدواني، بطل ياكل، بطل يهتم في واجباته المدرسيه، صار في عنده احلام وكوابيس، وهي اكثر عرض ممكن يصير للحدث نفسه انه كل شوي هو بيحكي حلمت هيك، او يعني صار في عنده اضطرابات في النوم، يعني ممكن يصحى مرتين وثلاث واربع في الليل. هذه هي عبارة عن أعراض اللي يفترض جزء من الأعراض اللي تتعلق بالصدمة. شكرا لك دكتورة سهاد زهران، محاضرة في علم النفس. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك دكتورة. على الأقل حاولنا يعني ولو بالدقائق المتاحة نسلط الضوء على هذا الموضوع. كريستين رناوي صارت جاهزة معنا من بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة، وشروع قوات الاحتلال بإقامة جدار يفصل هذه البلدة عن امتدادها مع مدينة القدس المحتلة. صباحك الخير يا كريستين. صباح الخير مي ومنى. يعني بالفعل نحن نتواجد في جبل المكبر جنوبي العاصمة المحتلة. الاحتلال بدأ كما ترون بنصب جدار إسمنتي يفصل بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة عن المستوطنات المقامة على أراضي هذه البلدة، تحديدا مستوطنة ما تسمى أرمون هناتسيف. بدأ الاحتلال البارحة بوضع هذا الجدار، سوف يكمل على طول الشارع حسب ما تم تسريبه. الاحتلال ضمن سياسة العقاب الجماعي وضع كما ترون أيضا كتل الإسمنتية، هذا المشهد على معظم ومختلف شوارع قرى وأحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة. اختناقات مرورية صبيحة كل يوم في مدينة القدس، نصب أكثر من 40 حاجز ونقطة تفتيش عند أحياء وقرى وبلدات مدينة القدس المحتلة، شرقي القدس المحتلة تحديدا، تطبيقا وترجمة لقرارات ما يسمى الكابينت الإسرائيلي، المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي، الذي قرر فرض طوق أمني على شرقي القدس. وبالتالي منذ يعني بضعة أيام قليلة بدأ الاحتلال بوضع حواجز، كل يوم هنالك طوابير من ذلت تفتيش، إجبار الشبان أحيانا على خلع ملابسهم. قبل قليل وردنا نبأ استشهاد إحدى المواطنات من قرية العسوية، هدى محمد درويش 65 عاما. هذا الصباح شعرت بضيق، الاحتلال احتجز نجلها الذي كان يعني يقودها إلى المستشفى، عطلته قوات الاحتلال على الحاجز المقام على المدخل الشرقي لقرية العسوية أكثر من ربع ساعة، تخويف، تفتيش في السيارة، على الرغم من أن المسنة كانت يعني في حالة يرثى لها. وبالتالي الاحتلال لم يتفهم الحالة الإنسانية، أطلق رصاص في الهواء عند تجاوز مركبة المسنة الطابور، لكون المسنة لا تستطيع الانتظار عند وصولها مستشفى هداسة. تم الإعلان عن وفاة هذه السيدة، وقال الأطباء إن العائلة تأخرت بجلب المسنة إلى المستشفى وبالتالي أعلن عن وفاتها. المسؤول الوحيد عن تأخير وصول العائلة إلى المستشفى والمسنة إلى المستشفى هو الاحتلال، وبالتالي أول شهيدة نتيجة هذه الحواجز والإجراءات التنكيلية والعقاب الجماعي في مدينة القدس كانت هذا الصباح استشهاد المسنة هدى محمد درويش 65 عاما من قرية العسوية. في هذه الأوقات عائلة الشهيدة تقوم بتغسيلها في مستشفى المقاصد، من المتوقع أن يتم دفنها قبل صلاة ظهر هذا اليوم. للحديث مشاهدينا عن ما يجري في مدينة القدس المحتلة من تنكيل عقاب جماعي، هذه الإجراءات الذي يدعي الاحتلال أنه اتخذها
وقف العمليات ووضع حد للعمليات على حد زعمه، مع العلم والتأكيد على أن معظم ما يجري هو ملفق والسيناريوهات كانت جاهزة. معنا الحديث مشاهدينا الأستاذ المحامي رائد بشير، رئيس لجنة الدفاع عن أراضي جبل المكبر. أستاذ رائد، أهلا بك معنا في جبل المكبر التي قدمت 4 شهداء فقط الأسبوع الماضي، منهم شهداء طلبة مدارس، أطفال قصر كمصطفى الخطيب، كمعتز عويساد، أيضا بهاء عليان، علاء أبو جمل. حدثنا عن ما تعانيه هذه البلدة، والبارحة تم وضع ونصب جدار إسمنتي. الاحتلال يدعي بأنه وضعه لمنع إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه مستوطنة أرمونها ناتسيف المقامة على أراضي البلدة أصلا. حدثنا عن رأيكم بهذه الخطوة الجديدة. صباح الخير. من حيث انتهيتي، المعاناة منذ بدء هذا الاحتلال البغيض، المعاناة منذ احتلال الأرض الفلسطينية والقدس، هذه المستوطنة التي من خلفنا مستوطنة أرمون ناتسيف وكذلك مستوطنة نوفتسيون، هي مقامة بالأساس على أراضي أهالي جبل المكبر في سلسلة التصعيد المستمر والإجراءات العقابية لكل المناطق في القدس وفي الضفة الغربية. يشتد الحصار هنا في منطقة جبل المكبر بعد أن أعدموا الطفل معتز عويسات قبل أيام، وهو طالب في المدرسة من جبل المكبر، وكذلك طالب في المدرسة الإبراهيمية الخطيب. يريدون فرض مزيد من التصعيد وإرباك المواطنين ومحاولة لإهانتهم من خلال هذه الحواجز الإسمنتية. واليوم أو بالأمس بدأ استكمال التصعيد الخطير والعنصري بوضع هذا الجدار للفصل بين جبل المكبر والمستوطنة المقامة على أراضي جبل المكبر، وكذلك مع باقي القرى المحيطة بجبل المكبر كمنطقة سور باهر. هذه الحواجز حقيقة أدت إلى إرباك كبير في صفوف التعليم، في الصحة، في المراكز الصحية. وضع صعب لكنه جزء من المعاناة التي يجب أن نصبر عليها، ويجب أن نتحملها، ويجب أن ندرك جميعا أن كل هذه الإجراءات ستكون لفت النظر عن الموضوع الأساسي وهو المسجد الأقصى والانتكات في المسجد الأقصى. هنا في الجبل صامدون على العنوان الرئيسي لنا أن أهم شيء ما لدينا ما يحدث في المسجد الأقصى، لن نلتفت إلى مثل هذه الحواجز، سنقاومها بالشكل الصحيح من خلال الإجراءات الداخلية. بالأمس اجتمعنا مع لجنة أولياء الأمور لترتيب موضوع المدارس، ومع لجنة الدفاع ومؤسسات شبابية في البلد لترتيب كافة الأمور في ظل هذا الحدث والوضع الجديد. 370 ألف مقدسي في القدس تحديدا في شرقي القدس يعانون بفعل هذه الإجراءات والحواجز وإغلاق الشوارع ومداخل الأحياء في تحديدا العيسوية، جبل المكبر، سور باهر. هذه الأحياء الاحتلال يحاول نفيها وعزلها عن مدينة القدس. تحديدا لو نتحدث عن جبل المكبر، عدد سكان جبل المكبر، من يعاني بفعل هذه الإغلاقات، خاصة وأن في جبل المكبر الآن هنالك 4 بيوت عزاء مقامة ل4 شهداء فقط الأسبوع الماضي. لو نتحدث عن المعاناة، وهل هنالك إضراب دراسي اليوم حدادا على معتز عويسات الطفل 16 عاما الذي أعدمته قوات الاحتلال؟ نعم، بلدة جبل المكبر هي 30 ألف نسمة، كما قلت مستوطنات محيطة بها من جميع الاتجاهات، وكذلك الشوارع الالتفافية لخدمة المستوطنات. اليوم أعلنت لجنة أولياء الأمور عن إضراب حدادا على الطالب الذي استشهد له معتز عويسات قبل يومين، وكذلك هناك سلسلة من الإجراءات التي يجب العمل عليها في هذه البلدة من أجل تجنب مزيد من الإجراءات. الحقيقة كل الإجراءات الموجودة والتي يسعى إليها الاحتلال في كل المناطق المقدسية هي إجراءات عقابية بحتة، لا يمكن الحديث عن محاولات لمنع عمليات أو شيء من هذا القبيل. هم يعاقبون السكان جميعا في المكبر وغيرها، كما قلت وأسلفت أن هناك 4 شهداء موجودين في جبل المكبر خلال الأيام القليلة الماضية، حتى جثامين هؤلاء الشهداء لم تسلم. إجراءات إدارية وتهديد بهدم المنازل، تهديد بسحب هويات أهالي هؤلاء الضحايا،
كذلك بالأساس المكبر تعاني، جبل المكبر تعاني من أوامر هدم مستمرة بحجة البناء بدون ترخيص أو بحجج أخرى. هذه المعاناة تزداد وتستمر، وفي المقابل يجب أن يصمد المقدسي ويصمد ابن المكبر، لأن في النهاية هذا احتلال، والمشكلة الأساسية بوجود هذا الاحتلال. نتكيف مع هذه الأمور، بطبيعة الحال الفلسطيني قادر على التكيف، أهل البلد هنا يتمتعون ببؤس شديد وقادرون على التكيف مع هذه الحالة مع القيام بإجراءات قانونية. بالأمس أيضا تم تشكيل لجنة قانونية من محامين خاصين في هذه البلد لمتابعة التوجه للمحاكم بخصوص هذا الجدار الفاصل العنصري، وكذلك بخصوص هدم المنازل وسحب الهويات. هناك سلسلة من الإجراءات القانونية والتي ممكن أن تحقق شيء في هذا الصدد، لكن المهم لدينا أن يفهم الجميع أن كل هذه الأحداث الغرض منها زيادة عقوبات من أجل فيما بعد رفعها، وكأن الموضوع الأساسي لم يذكر. الموضوع الأساسي هو المسجد الأقصى. يجب أن يدركوا أو لن يدركوا أن الأقصى هو الهواء الذي نتنفسه وهو الماء الذي لا نرتوي إلا به. أستاذ رائد، يعني بخصوص جثمين الشهداء، هنالك حوالي 9 جثمين محتجزة لشهداء من القدس الاحتلال، وأيضا تطبيقا لقرارات الكابينت صدق على عدم تسليم جثمين الشهداء ويدرس دفن الجثمين والشهداء في مقابر الجيش الإسرائيلي في حواف القدس. لو نتحدث عن موقف العائلات، عائلات الشهداء من قضية عدم تسليم الجثمين، كان هنالك موقفا تمخض عن اجتماع عقدته البلدة الخميس الماضي لعدم الإعلان الاستسلام أمام قيود وشروط الاحتلال، بتحديد مشاركة المشيعين، الدفن في ساعات الليل، دفع كفالات مالية وغرامات مالية. يعني لو نتحدث، ما هو موقف عائلات الشهداء الذين يتهمهم الاحتلال بتنفيذ عمليات، إلى جانب الشهداء الضحايا، ضحايا الإعدام الميداني الذين تم تصفيتهم للاشتباه أحيانا، وبغض النظر تم إثبات الاشتباهات أم لا؟ صحيح، بس في اولا اريد ان اتحدث تحديدا عن قضيه معتز وسات. يعني كل الادله وكل شهود العيان، وحاليا تجمع اللجنه القانونيه في المكبر بعض الادله، اثبتت ان هذا الطفل تعرض لاعدام ميداني دون اي ان يفعل شيء. مجرد ان رفع حقيبته تم اطلاق النار عليه بدم بارد وقتله، وهو ايضا من ضمن الجثث او جثامين الشهداء المحتجزه. يعني لو سل موقف العائله، وكما قلت كان هناك اجتماع الخميس الماضي لكل عائلات الشهداء في المكبر وباقي المناطق، حوالي 8 عائلات من الشهداء اجتمعت في خيمة عزاء الشهيد معتز، وتم الاتفاق على جملة من الإجراءات. تم الاتفاق عليها بشكل جماعي أنه لن نرضخ لشروط المخابرات الإسرائيلية ومحاولة إذلال من خلال الشهداء الذين ارتقوا، هم شهداء صعدت أرواحهم إلى السماء. لن يتم الضغط على الناس من خلال إجراءات وشروط يطلبونها كتحديد عدد المشاركين ودفع مبالغ ككفالة. كل هذه الشروط لن يرضخ لها أهالي وذوي الشهداء. ولو سلمنا بقرار الكابينت بعدم التسليم سيكون هناك إجراءات. كذلك اتفقوا على أن يتم التوجه يعني بصدق إلى المستوى السياسي ممثل بالسيد الرئيس من أجل الضغط كذلك في موضوع استرجاع الجثمين، وبالإضافة إلى تنظيم نشاطات ومؤتمرات صحفية من أجل الضغط دون الاتصال المباشر مع أجهزة المخابرات والسلطات الإسرائيلية بهذا الخصوص. وكذلك تم الاتفاق صدقا بقرار جماعي أن يكون التسليم جماعي، بمعنى أن يرفض أي ذوي شهيد الاستلام دون أن يكون الجميع بهذه الصورة، أن يتم تسليم كافة جثمين الشهداء المقدرين تقريبا اليوم ب9 أو 8 شهداء. رائد بشير، رئيس لجنة الدفاع عن أراضي جبل المكبر، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا ضمن برنامج فلسطين هذا الصباح للاطلاع على أحوال البلدة وأيضا الحاجز الإسمنتي الذي تم نصبه البارحة. إذن مي ومنى، هذه صورة الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، تنكيل وعقاب جماعي، نشر حوالي 40 نقطة تفتيش وحاجز، إضافة إلى محاولة عزل قرى معينة كجبل المكبر والعيسوية عن شرقي القدس.
نقاب جماعي أسفر هذا اليوم عن ارتقاء شهيدة، هي أول شهيدة ترتقي بفعل التنغيص والعقاب الجماعي على الحواجز. كما ذكرنا هي الشهيدة هدى محمد درويش 65 عاما، هذا الصباح الاحتلال عطل مرور مركبة عائلتها للوصول إلى المستشفى، عطلهم حوالي ربع ساعة إلى يعني 20 دقيقة. نعم. إلى أن وصلت المستشفى أعلن عن وفاتها، وذلك بسبب التأخير المتعمد على حاجز الاحتلال تحديدا عند المدخل الشرقي لقرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة. نعم كريستين، شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك. كنت معنا مباشرة من جبل المكبر في القدس المحتلة إلى غزة، ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا من جديد، محطتنا الأخيرة مع استديوهاتنا في غزة، زميلتنا خولة الخالدي وراح تتحدث في موضوع طبي وهو مؤتمر أمراض الكلى الأول في فلسطين. صباح الخير. صباح الخير مي، صباح الخير منى، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام وين ما كانوا بيتابعونا في برنامج فلسطين هذا الصباح. طبعا لأول مرة في فلسطين يعقد مؤتمر الكلى ومتابعة أمراض الكلى. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدني أن أرحب معي بالأستوديو بالدكتور عبد الله القشاوي رئيس أمراض الكلى بمجمع الشفاء الطبي. يسعد صباحك. أكيد صباح الخير. يعني في البداية قبل أن نبدأ حوارنا يجب أن نتعرف أكثر على هذا المؤتمر وعلى مشكلة أمراض الكلى في قطاع غزة، لذلك هذا التقرير أعدته لنا الزميلة أسماء الودية. لنتابع هذا التقرير ثم نعود لاستكمال حوارنا، ابقوا معنا. في المؤتمر العلمي الأول لأمراض وزراعة الكلى في فلسطين بمدينة غزة بالتنسيق من الجمعية الدولية لأمراض الكلى ووزارة الصحة، حيث تم مناقشة طرق تشخيص وعلاج أمراض الفشل الكلوي. من الجدير بالذكر أن الهدف الأول من هذا الصرح العلمي هو الحصول على آخر المستجدات العلمية في العالم خاصة في مجال أمراض الكلى ومساعدة المرضى بشتى الطرق بسبب المعاناة الكبيرة من هذا المرض. هناك كثير من التحديات التي يواجهها قطاع غزة نظرا للاحتلال والحصار، رغم ذلك هناك كثير من التطورات التي حصلت في آخر السنين خصوصا مع التعاون مع مؤسسة ليفربول. التعاون بين الأطباء في غزة وجامعة ليفربول هو مستمر وضمن اتفاقيات، وسيستمر ما دام الأطباء في غزة يتلهفون للتعلم وإضافة العلم الجديد فيما يخص زراعة الكلى في غزة. في ظل المعيقات الكبيرة التي يشهدها قطاع غزة حتى في أنبل الأهداف الإنسانية وهي الطب، فإن العديد من الأطباء منعوا من الدخول إلى القطاع للحديث عن آخر ما توصل إليه الطب في مجال أمراض الكلى وعرض أحدث أبحاثهم في هذا المؤتمر. للأسف في من خمس شخصيات أو خمس بروفيسورات أو أطباء تم منعهم، ما قدروش يصلوا لأرض لقطاع غزة. لذلك في الدكتور بن تومسون يقوم بقراءة محاضراتهم عنهم، يتم تقديم المحاضرات عنهم. بالشكل العام على قدر ما يهمنا زيارة هذه الشخصيات لأرض الوطن، لكن بالأساس يهمنا المادة العلمية اللي هيقدموها. نتيجة لنقص الكادر الطبي ونقص الخبرات في هذا المجال جاء هذا المؤتمر ليناقش هذه الأزمة والتي تعتبر من أكبر المعيقات في مجال طب أمراض الكلى في قطاع غزة، إضافة إلى نقص الدعم والتمويل للنهوض في هذا المجال وخدمة أكبر قدر ممكن من مرضاه. أمراض الكلى بالذات تعتبر من الأمراض أو من المشاكل الرئيسية للقطاع الصحي في قطاع غزة، ويأتي المؤتمر الحالي للمساهمة في تحسين قدرات الأطباء العاملين في هذه الأقسام للوصول في النهاية لخدمة أفضل للمرضى إن شاء الله.
تحديات عديدة يواجهها مجال الطب في قطاع غزة، تتركز هذه المرة في معاناة مرضى الكلى، مما يجعلهم يترقبوا كل ما هو جديد في هذا المجال، لعل وعسى يجدوا ما يخفف من معاناتهم المستمرة. لبرنامج فلسطين هذا الصباح، أسماء الودية، غزة. طبعا عدنا لكم مشاهدينا الكرام بعد متابعة هذا التقرير، وأرحب مجددا بضيفي بالاستوديو الدكتور عبد الله القيشاوي. سعد صباحك من جديد. صباح الخير. يعني في البداية نتحدث عن أهمية هذا المؤتمر، خاصة وأنه لأول مرة في فلسطين. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذا المؤتمر فعلا يعتبر الأول من نوعه في فلسطين، تم بمدينة نابلس أو محافظة نابلس في أيام 12 13 و14 من هذا الشهر، ومن ثم حضر الوفد يوم 15 الشهر، وبدأنا فعالياته في قطاع غزة 16 و17 و18 من هذا الشهر، يعني عقد في الضفة وفي غزة. طبعا له أهمية كبرى هذا المؤتمر، أولا أنه تحت رعاية الجمعية الدولية لأمراض الكلى، وهي جمعية عالمية ترعى بالبحوث الطبية بالنسبة لأمراض الكلى، ترعى بعض المانحين لاكتساب خبرات أكثر بالنسبة لمجالات الكلى، وخاصة الأطباء الشباب منهم. جميل. بالإضافة لأن هي تقوم بعمل الكثير من المؤتمرات العلمية في شتى أنحاء العالم، فوجوده هنا في فلسطين هذا للمرة الأولى، بالإضافة أنه طبعا رعى هذه المؤتمر وزارة الصحة الفلسطينية، بالإضافة أنها كانت هناك حقيقة مساهمات من شركات أدوية ومن مؤسسات لإنجاح هذا المؤتمر. طبعا من خلال هذا المؤتمر تم طبعا التواصل مع الأطباء الموجودين هنا بإعطائهم محاضرات علمية لاكتساب مهارات، لاكتساب تقنيات، لاكتساب خبرات لجميع أطبائنا هنا، وخاصة أنه الكثير منهم لم يتمكنوا من الخروج من قطاع غزة لعمل دورات بالضبط أو دورات تدريبية نتيجة لإغلاق المعابر والحصار الواقع على قطاع غزة. جميل. أبرز ما تم مناقشته من خلال هذا المؤتمر، يعني تم عقد مجموعة من المحاضرات المختلفة على عدة أيام، أبرز ما تم مناقشته من خلال أمراض الكلى، ما تم مناقشته من خلال أيضا المعيقات التي تواجه الأطباء في هذا التخصص وأيضا المرضى المصابين بأمراض الكلى. وحقيقة المؤتمر هذا كان شامل لكل أمراض الكلى، بمعنى زراعة الكلى، الفشل الكلوي، أمراض الكلى المختلفة، غسيل الكلى سواء الغسيل الدموي أو الغسيل البروتينوي والذي نفتقده هنا غير موجود، لكن بإذن الله تعالى سنقوم باستحداث الغسيل البريتوني خاصة للأطفال وخاصة للمرضى المصابين بأمراض في القلب، لأنه يعني تبين من البحوث الطبية أن الغسيل البريتوني لفئة معينة من المرضى يكون أفضل من الغسيل الدموي. بالإضافة طبعا لأحدث التقنيات وأحدث الأدوية التي تستخدم في زراعة الكلى، كذلك لأمراض الكلى المختلفة تم عرض البحوث الجديدة في هذه الأمراض والعلاجات الحديثة التي نأمل أن تتوفر لنا في فلسطين. جميل. يعني يتم مناقشة الكثير من الخطوات لتطوير المنظومة الطبية فيما يتعلق بأمراض الكلى في قطاع غزة وفلسطين، ولكن لا ننكر بأنه في قطاع غزة بالتحديد هناك عجز في الإمكانيات، هناك عجز في عدد الكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال، كيف سيتم تجاوز هذه الأزمة الطبية على المدى القريب؟ وجود الوفد هنا على أرض الواقع ليرى المشاكل والمآسي التي نعاني منها يوميا، بمعنى هناك نقص في أجهزة غسيل الكلى بالنسبة لمرضانا، نقص في قطع الغيار اللازمة لهذه الأجهزة، نقص في المستلزمات والمحاليل الطبية الهامة لمرضى غسيل الكلى، كذلك يوجد هناك نقص في الأدوية، فوجودهم هنا على أرض الواقع ليروا هذه المشاكل بأم عينهم. هذا طبعا يساهم في حل هذه المشاكل، بمعنى ممكن من وضع يعني خطط أو استراتيجيات مستقبلية، من ضمنها أنه توفير دورات تدريبية لأطبائنا في الخارج، توفير دورات للتمريض قسم الكلى، نقل الخبرات لاكتساب خبرات، كذلك محاولة للحصول على استراتيجية أجهزة وإمكانيات وإمكانيات واستراتيجية لخدمة صحية أفضل
لمرضانا هنا في قطاع غزة وفي فلسطين عامة. جميل. هناك أيضا تم مناقشة المواضيع القانونية فيما يتعلق بأمراض الكلى، خاصة في موضوع الزراعة أو موضوع التبرع بالأعضاء لأمراض الكلى. كيف سيتم مناقشة هذا الموضوع مستقبلا؟ كيف سيتم حل هذه المشكلة، خاصة بأنه في قطاع غزة بالتحديد لا يمكن أن يتبرع أحد بكلية الخاصة إلا إذا كان من الدرجة الأولى من القرابة لهذا الشخص؟ صحيح. هذه من ضمن القوانين العالمية أن يكون المتبرع من أقارب الدرجة الأولى، ولكن هناك في حلول أخرى بالنسبة إذا كان لا يوجد هناك متبرع من أقارب الدرجة الأولى، اللي هي بنسميها الكادافيريك ترانسبلانتيشن، اللي هي الموت السريري. نأخذ أعضاء لشخص توفي أو موت سريري. طبعا هذه تحتاج إلى موجودة في دول كثير من العالم، بما فيهم حتى المملكة العربية السعودية. ولكن نحتاج إلى قانون تشريعي هنا في فلسطين للبدء بهذه العملية، وأيضا حقيقة نحتاج إلى توعية الناس هنا وتثقيف الناس هنا بما هي ما هو الموت السريري، كيف ممكن من الممكن أن نأخذ أعضاء من شخص متوفي إلى شخص حي. جميل. طيب موضوع هذا المؤتمر كان موضوع شامل، بما أنه تحتاج فلسطين إلى عقد مثل هذه المؤتمرات كنوع من تطوير المنظومة الصحية والطبية بشكل عام، هل يمكن أن نرى مزيد من المؤتمرات التطويرية لهذه المنظومة الصحية؟ بلا شك إن شاء الله سيكون هناك استمرارية لهذه المؤتمرات، هذه بداية والحمد لله كانت بداية موفقة وبداية ناجحة، وإن شاء الله هذا يشجعنا أكثر للعمل أكثر فأكثر لعمل مؤتمرات وإقامة مؤتمرات في السنوات القادمة بإذن الله تعالى. أبرز المعوقات والصعوبات التي واجهتموها من خلال عقد هذا المؤتمر، خاصة وأنه كان مؤتمر شامل في الضفة الغربية وأيضا هنا في قطاع غزة؟ المعوقات التي واجهناها وعدم منح تصاريح لبعض أعضاء هذا الوفد، في منهم وصلوا إلى الضفة الغربية على أمل أن يأتوا هنا إلى غزة، ولكن للأسف الشديد لم يحصلوا على تصاريح، فبالتالي طبعا كان هناك حوالي 4 أشخاص لم يحضروا إلى قطاع غزة، ولكن الوفد الموجود هنا من المحاضرين قام بإلقاء المحاضرات التي تغيب عنها أصحابها. فكان بلا شك أنه مؤتمر شامل، لكن نفتقد طبعا بعض الخبرات التي لم تحصل على تصاريح لدخول قطاع غزة. أبرز التوصيات التي خلص إليها هذا المؤتمر؟ التوصيات التي خلص إليها هذا المؤتمر التواصل ما بين أطباء فلسطين والأطباء في الخارج أعضاء الوفد هذا، بالإضافة لأنه وضع بروتوكولات علاجية تعليمية لجميع أطبائنا، وهذا يسهل على الأطباء ويسهل على المرضى، محاولة تقديم خدمات أكثر فأكثر لتحسين المنظومة الصحية في فلسطين وخاصة لمرضى غسيل الكلى وزراعة الكلى. جميل. طبعا نحن نتمنى السلامة والشفاء العاجل لكل مرضانا في فلسطين، ونتمنى أيضا مزيدا من التقدم والنجاح والتطور في مجال المنظومة الصحية والطبية في فلسطين عامة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الله القيشاوي، رئيس قسم أمراض الكلى بمجمع الشفاء الطبي. سعد صباحك أكيد. شكرا جزيلا لكم، صباح الخير. طبعا فيكم مشاهدينا الكرام بكون وصلنا لختام فقرتنا من فلسطين هذا الصباح باستديوهاتنا من قطاع غزة، هذه عودة لاستديوهاتنا برام الله، زميلتي منى ومي، سعد صباحكم من جديد. يسعد صباحك يا خولة وصباحكم مشاهدينا. طبعا لهون نوصل لختام هذا المشوار الصباحي من فلسطين هذا الصباح. طبعا يوم غد كونوا معنا في نفس الموعد وفي أمان الله دائما. نهارا سعيدا.